البي دي اي الحالات دي كلها المفروض ان دكتور اطفال يبقى عنده البيزك نوليدج ان يتعامل معاها والسيفتي للعيان وليه. ما ينفعش ان انا اتابع عيان عنده بي سي دي لحد ما ادخله في ريفرسبل او فيكس بارما هايبرتنشن لبسته مصيبه. ما ينفعش ان انا اتعامل مع عيان عنده مودريت سايز او سمول في اس دي وتابعه لحد ما يجي له اورتيك ريجيرج وينتهي الامر ان بعد كده يعمل بروسيتيك اورتيك فالف ريبليسمنت. فدي كارثه، يعني كارثه بتبدا من عياده الاطفال للاسف الشديد، لان انت الخط الاول اللي الطفل بيجي لك. ففي دكاتره اطفال كتير جدا بيظل الطفل مش كلهم بيبعتوا العيادات والمستشفيات. يعني ممكن لو عرفنا البيزك نولج في السيمبل ممكن نتابع العيان سنه وسنتين وثلاثه ما عندناش مشكله فيهم. انا بس عندي مشكله بالنسبه للتعليم الطبي في مصر. اما بعمل محاضره داتا شو وسلايدز بنعرضها فالناس بتطلع من المحاضره تقريبا بعد 10 دقايق نسيت كل اللي اتعلمته. فانا بحب اعمل محاضرات فيها انتراكشن بحيث انت بتطلع من المحاضره حافظ الكلينيكال بوينتس وهتكتب بعض البوينتس وهديك بعض الورق اللي انت تقدر يبقى معاك بحيث يبقى انت بتاخد المحاضره دي تبقى ابلايد ليكشر، ما هياش محاضره نظري انت كلمتين سمعتهم والموضوع انتهى بعد كده. فالنهارده قدامنا ساعتين زمن هنتكلم فيهم. دكتور بقى عارف استحملنا معلش في الوقت دكتوره هبه لان عايزين نغطي كل الموضوع. اما الدكتوره هبه قالت لي هنتكلم عن الموضوع فصعب ان احنا نغطي حتى الاسيرودي سبع ثمان مواضيع استحاله نغطيهم في ساعتين زمن. فانا اخترت الموست كومن كونجيت الهارت اللي كل الناس بيتعاملوا معاه كل يوم وهو موضوع الفي اس دي. فكل واحد من الاطباء والطبيبات دلوقتي يستحضر بقى عقله معانا وكل ما هو له علاقه بالفي اس دي يبدا يركز معاه ويبدا يسال فيه عشان هنبدا نشرح كل حوالي تقريبا 18 او 20 بوينت عن الفي سي دي هنتكلم عليهم. تعمل احنا هنشتغل يعني هنشتغل كله استاذنك دكتور احمد بقى ننزل نقعد تحت عشان نتكلم الاول شويه ترمينولوجي في الكونجيات لازم كل الناس تعرفهم مش هينفع نشرح كونجيات الهارت بنكون من غير ما نكون عارفين الترمينولوجي دي. هنتكلم على مثلا حاجه زي في الحاجات اللي هي اللي لها علاقه بالفي اس دي. يعني في حاجه اسمها كيو بي على كيو اس، حتى عنده فكره ايه كيو بي على كيو اس؟ في كذا مصطلح بالنسبه للحالات الفي سي دي الاول لازم نبقى عارفينه عشان لما نقرا ايكو ريبورت او نبص على حاجه زي الشنط باي دايركشنال شنط. في حاجه اسمها ليفت رايت شنط، في حاجه اسمها ريستريكتف في سي دي، ان ريستريكتف في سي دي. كل المصطلحات دي للاسف احنا بنتعامل معاها واحنا مش عارفين ايه الفكره فيها. فما اعرفش ان احنا قارين يعني قارينا حاجه في الفي سي دي ايه المعلومات اللي عندكم ان احنا نبدا منها يعني. هي
هي اشكاليه الكولجيتر برضو عشان ابقى واضح معاكم ان المواضيع كبيره جدا جدا، ف يعني هنشرح حاجات فيري بيزك ولا حاجات في النص ولا حاجات عاليه، فانا هنحاول نبسط المساله شويه لان الموضوع هيبقى صعب شويه. فبالنسبه للترمينولوجي يعني العيان اللي عنده الفي سي دي ده اصلا الشنط بتاعته ليفت ترايت شنط. يعني ايه ليفت ترايت شنط؟ يعني بيشنط من ال في على الرايت فينتل على البامري على سيبليش، يبقى ده عنده ليفت ترايت شنط. العيان لما البامري هايبرتنشن بتاعه بيزيد بتبقى الشنط دي باي دايركشنال شنط، بتبقى احيانا تبقى رايت ليفت شنطه، هيبقى ده هيخش في قصه السينوزس. فشويه المصطلحات دي للاسف كنت اتمنى ان احنا نكون عرفناهم قبل ما نبدا نشرح، فهنضطر ان احنا ناجل موضوع المصطلحات ده واحنا بنشرح هنا. هنبدا نتكلم الاول على اول نقطه في الفي سي دي، الاناتوميكال بوينت او الاشكاليه عند دكاتره الاطفال في انواع الفي سي دي. انا هحتاج ماركر بس. الرسمة دي انا عايز كل الناس هتركز فيها وترسمها. ده الاورتيك فالف، ده البامري فالف، ده الترايكاسب فالف، وده اللي احنا شايفينه ده الانترمتيكا سيمبل. عشان يعني في 50 تقسيمه للفي سي دي في الكتب كل الناس بتتوه فيها. النهارده احنا هنعرف التقسيمه البراكتيكال اللي انا اتعامل بيها مع العيان وما اقرا ليك وابص عليها. يبقى عندنا الاورتيك فالف، عندنا البامري فالف، وعندنا الترايكاسب فالف. انا الصوت ممكن استغنى عن الاشكاليه عندنا في التعامل مع حالات البي سي دي في معرفه التايس بتاعت البي سي دي، دايما الناس بتوه فيها. النهارده احنا هنعرف طريقه فيري سمبل، اما يجي لي عيان بي سي دي اعرف نوع البي سي دي واهميته ايه في البراكتيك بتاعه. الرسمه دي كلنا هنرسمها وعارفينها، ادي الاورتيك فالف، البامري فالف، ركزت الفالف. الموست كومن تايب في البي سي دي اللي هو حوالي 80-90% من حالات البي سي دي واتس كولد بيري ميمبرنس بي سي دي. عاده اصلا السيبتم اللي انت بتفتكر السيبتم هو عباره عن جزئين، جزء ممبرين في الحته دي والباقي كل ده مصل. بالتالي البي سي دي اللي هي موجوده في الجزء الممبرين اللي هي موجوده هنا كده دي بنسميها بيري ميمبرنس بي سي دي، فده اول نوع موست كومن كلنا نعرفه. يبقى ده اسمه بيري ميمبرنس بي سي دي او بيسموها كونو ترانكل، مش مهم الاسامي الثانيه، هنتكلم عن موست كومن نيم يوز اللي هو بيري ميمبرنس بي سي دي. يبقى دي رقم واحد. ممكن اسميها سب اورتيك بي سي دي عشان اورتيك فالف هنا، يعني ممكن اقول عليها بيري ميمبرنس بي سي دي او اقول عليها سب اورتيك بي سي دي. يبقى دي الموست كومن تايب بيري ميمبرنس بي سي دي. الجزء ده الترايكاسب فالف تحتيه المدخل بتاع الار في فبنسميه انلت، فبالتالي لو عندي في سي دي هنا هسميه انلت تايب في سي دي. يبقى هي تعريف الانلت تايب في سي دي اللي هي الفي سي دي اللي هي تحت الترايكاسب فالف في مدخل البطين الايمن، يبقى دي اسمها انلت تايب في سي دي. تمام؟ لو تحت البالمري فالف هنا هقول عليها سب بالمونيك في سي دي. اعتقد ده ذا موست سمبليفايد كلاسيفيكيشن للفي سي دي. نيجي بعد كده كل بقيه الجزء ده ماسكولار سيبتم. اذا اي في سي دي فيه هنقول عليها ماسكولار في سي دي. بس ليهم انواع. لو الفي سي دي هنا في النص هنا فسميتها ميد ماسكولار في سي دي. تمام يا جماعه؟ طب لو الحته دي الجزء ده انا النهارده بسميه ايه؟
الابكس بتاع الهارت. لو الفي اس دي عندي هنا هقول عليها ابيكال ماسكولار في اس دي. طب لو عندي في اس دي كذا واحده كذا واحده هقول عليهم مالتيبل ماسكولار في اس دي. طب في نوع من الفي اس دي اللي انا النهارده جاي اتكلم بقى فيه تحديدا. الفي اس دي موجوده هنا في الحته دي، يبقى هنا عندها الاورتيك فالف وهنا البالمي فالف، عشان كده سميناها ايه بقى؟ سب اركيريال او دبلي كوميتد في اس دي. من فضلك اكتب الاسم ده لو سمحت عشان ده هيعمل كسر للعيان وهنقولها دلوقتي. يبقى النوع ده الفي اس دي اللي هي تحت الاورتيك فالف وتحت البالمي فالف فبسميها سب اركيريال او دبلي كوميتد في اس دي، ودي اشكاليه كبيره جدا جدا هنتكلم فيها دلوقتي. طب احنا عرفنا كده انواع الفي اس دي الاناتوميكال خلاص. طب ايه فايده ان انا بعرفهم؟ يعني يفرقوا معايا في حاجه انا كدكتور اطفال؟ يفرقوا معايا جامد جدا جدا جدا. هنقول ايه الفرق اللي يفرقوا معايا؟ يبقى انا بقول اناتوميكال تايب والكلينيكال امبورتنس بتاعتهم ايه؟ بس معانا يا ريس؟ بقى انا معاك. هناخد حضرتك هنتكلم على ال ال في اس دي مثلا. ايه كلينيكال امبورتنس بتاعتها؟ لما يجي لي عيان معاه ايكو مع كاتب فيه ال في اس دي، اول حاجه كومن في داون سيندروم، نمره 2 كومن مع العميل اللي عندهم اتريو فينتريك سيبتال ديفكت او اي في كانال، فتاكد ان العام ما عندوش حاجه ثاني، ما عندوش اس دي اصلا بريمم يعني كانال. 3 ال ال في اس دي ما فيش فيها انسبوتينس كروجر، فما ينفعش اتابع عن سنه وسنتين وثلاثه ما بتقفلش، فدي بالتالي. 4 العيان ده مجروح هي من العمليه عنده هاي انسبوتينس من كومبليت هارت بلوك، فانا اتوقع ان هيجي له ممكن يجي له بعد العمليه هارت بلوك. كل دي كلينيكال بوينت مهمه جدا. 4 اما يجي حد يعمل لي ايكو الايكو كارديوجرافي في بوينت معينه جدا في ال في اس دي لازم الايكو كارديوجرافي يقولها لي، في حاجه اسمها ستراتيجيك تراكازلوف فار، في مشاكل كتير في الايكو بتاعتهم فلازم ابقى اوير بيهم. احنا مش هنخش في الديتيلز قوي زي عشان زي ما الدكتوره هيبقى قالت لسه في ناس باقيين نيابات ومش عايزين، لكن انا عايز البيس نقدر نتعلمه ان انا اتعامل بيه مع العيال. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على كلينيكال بتاع ال في اس دي. هنتوقف النهارده حضرتك، انا جاي اليوم كله عشان نقطتين هتكلم فيهم. احد النقطتين اللي هتكلم عليها دلوقتي العيان اللي عنده سب ارتيريال في اس دي، اللي عنده سب ارتيريال اللي هي تحت الاورتيك فالف وتحت البالمي فالف في الحته دي. سب ارتيريال في اس دي او اسمها دبلي كوميتد في اس دي، بيحصل ان الاورتيك فالف هنا حضرتك اللي هو عباره عن 3 ليفلتس، واحده من الليفلتس هنا بتبرولابس ثرو الفي اس دي، تبدا تدلدل في الفي اس دي، يبقى بيحصل حاجه اسمها اورتيك فالف برولابس. اورتيك فالف برولابس ده بيعمل مشكله لذيذه جدا جدا. اول حاجه بيلمت الشنط في الفي اس دي فبيقلل السايز بتاع الفي اس دي، ودي حاجه كويسه، لكن في نفس الوقت اذا سبت العيان من غير جراحه بيبدا الاول يجي له تريفيال اورتيك ريجيش وبعدين مايل وبعدين مودريت وبعدين سيفير. فانا لو كطبيب اطفال ما تنبهتش للاشكاليه ديت، العيان ده لو وصل للمرحله اللي جاله مودريت اورتيك ريجيش ده بيكلفه في المستقبل ان بيعمل بروسيتيك اورتيك فالف بس حتى لو انا فاكره البي اس دي. فبالتالي دي من الحاجات اللي هي دكاتره الاطفال في مصر بيغلطوا غلطتين مع حالات البي اس دي، اخطاء قاتله، منها ان انا تابع العيان ده لحد ما يجي له مودريت او سيفير اورتيك ريجيش. يبقى النوع ده البي اس دي هنعرفه كلنا النهارده اسمه سب ارتيريال او دبلي كوميتد في اس دي اسوشيتد معاه او اورتيك فالف برولابس. الاورتيك فالف برولابس ده بيلمت الشنط يعني بيقلل الشنط، فبالتالي العيانين دول ما بيخشوش في هارت فيلير ولا بيخشوا في بارما هايبرتنشن. فالناس تبقى سعيده جدا، دكتور الاطفال فرحان جدا والاسره فرحانه ان الولد ما فيش مانيفستيشن وعنده كمان بيعمل حاجه دكتور عفت الفي اس دي دي بتعمل نوع من الخداع للايكو كارديوجرافر فبيأندر استيميت السايز بتاعهم. فالاكشوال بي سي دي بدل ما هي 7 8 مللي يسالك 2 3 مللي، فانت استحاله كدكتور اطفال هتحاول طفل يعمل جراحه وعنده بي سي دي 2 3 مللي. دون ان احنا ما بناخدش بقى بالنا من القصه الثانيه ان العيان عمال دخل في البروجريشن بتاع الاوربي بتاعه. النوع ده يا جماعه اسمه ايه؟ عرفنا اسمه ايه؟ لا عايزين نتكلم عشان يعني مش عارف اتكلم لوحدي. مين هنتكلم؟ النوع ده اسمه ايه؟ سب ارتيريا بي سي دي مشكلته ايه؟ بيبقى اسوشيتد ممكن نعاني ديفولب اورديا بروبلمز ثم ريجير ثم. عشان كده حضرتك من الحاجات اللي احنا هنقولها بعد كده، الدكتوره هبه ما كلمتني كانت حاطه تايتل للمحاضره بتقول لك احنا امتى هنبعت العيان للعمليه، يعني كانت هي عايزه مواضيع كل امتى الدكتور اطفال هبعت العيان يعمل عمليه. اصل مشكلتنا ان احنا احيانا كتير بنقعد نتابع العيان تمام احنا مش مدركين ان العيان احنا بنضره مش بنفيده تمام.
احد الانديكيشن اللي احنا نقوله في الانديكيشن فور في سي دي سيرجيكال كلوجر وانس ان العيان ده ديفلوب مايلد اورتيك ريجيرش. يبقى اي عيان اكتر من 6 شهور عنده في سي دي 2 مللي 3 مللي وجاله مايلد اورتيك ريجيرش ذس از ان ابسولوت انديكيشن فور سيرجيكال انترفينشن. لان لو قعدت اتفرج على العيان لما يديله مودريت اورتيك ريجيرش حتى لو بعته يقفل الفي سي دي هو عنده مودريت اورتا 50% منهم بعد 3 4 سنين هيحتاج اورتيك فالف يكون حصل تشينج في في الهيستولوجي بتاع السيلز نفسها بتاعه الكسر. فحتى لو انا قفلت له البي سي دي هيجي لي بعد كام سنه بي سي دي اورتيك ريجيرش وبالتالي حولت حاجه من حاجه سيمبل كونجكتد الى حاجه كومبلكس سيتويشن للعيان. اعتقد تقريبا البوينت دي نظرته عادي نص المحاضره كلنا عرفناها يا جماعه. طب انا كدكتور اطفال هكتشف القصه دي ازاي؟ هنا بقى هنرجع بقى قضيه الكارديك اوسكابليشن اللي هنتكلم عليها وان احنا بس نبقى اوير بنوع البي اس دي. يعني ملاقي نوع بي اس دي كل نوع بيخلينا نفكر بشكل مختلف. ده كلينيكال امبورتس بتاع الانتوميكال دايس بتاع الفسيولوجي بتاع البي اس دي. لا يعني بس اتوقف عند حته الاهميه. ايه اهميه ان انا اعرف النوع البي اس دي عشان كل نوع بيخلينا نفكر بطريقه مختلفه. يعني الماسكولار بي اس دي هنتكلم عليهم برضه ليهم اهميه مختلفه خالص هنتكلم عليها. إذا كل نوع يشدني بطريقة تفكير معينة. خلاص كده؟ في أي حاجة في أنواع الـ VCD صعب إن إحنا نعرفها يا جماعة كده في أنواع الـ VCD؟ يعني عايزين بس نعرف تقسيمة الـ سيت أب عشان الناس بتتلخبط فيها. تحت تراكات مفردة بنسميه إنلت، الجزء اللي طالع عند الوان مفردة بنسميه أوتلت، الجزء ده بنسميه إيبكس إيبيكال. يبقى ده على حسب نوع الانواع في مسميات كتيره للبي سي دي. يعني يقول لك اوت للبي سي دي اللي هي سطر 1 ال بي سي دي ايه بتاكد. فما يهمنيش انا اني بدور على تقسيمه براكتيكال ان انا اتعامل بيها في عيادتي مع العيان. الكتب بقى حضرتك عامله 50 كلاسيكيشن للبي سي دي فبتلخبط الناس. عرفنا كده يا جماعه انواع البي سي دي انا كنت تايب صار فيه مشكله؟ مفيش مشكله بقى. عرفنا كلمه الريبورت بتاع كل نوع هننقل الريف بعد كده. باص السيولوجي. باص السيولوجي. باص السيولوجي البيسي. الاشكاليات الكونجنتال النهارده يا جماعه في مصر ان الناس بتتابع العينين الكونجنتال واحنا ما نعرفش باسك سولجي. كل كونجنتال هارت لازم اعرف النشر ليست بتاعه، لازم اعرف الباسك سولجي بتاعه، اذروايز انا بتابع كده عيان يعني بشكل عشوائي شويه. تخيل يا جماعه بس يعني ايه كلمه بي سي دي؟ بي سي دي عباره عن هول في الانترميديت سيبتر كويس؟ يعني عباره عن خر في السيبتر. طب الاتجاه بتاع الفلو بيمشي طبقا لايه؟ طبقا للبريشر. فالاول هنرجع في السيولوجي بتاع سنه ثانيه طب لازم ابقى عارف ايه البريشر جوه الكارديك تشامبر كلها. فما ينفعش افهم البي سي دي من غير ما اكون عارف القرايات بتاع البريشر في هناخد مثال حد يقول لي الار في بريشر كام يا جماعه بعد الار في بريشر بتاعنا كام؟ بالظبط كده من 20 ل 25 تمام؟ ال في بريشر بتاعنا كام؟
سيستميك عشرين سيستميك. ضغط كام يا دكتور؟ ضغط كام؟ ما هو ده اللي بيقولش ان من ضغط 110. تمام يا فندم؟ طبعا عندي في اس دي هنا، اذا الفلو هيجي من الضغط العالي للضغط الواطي. تمام؟ يبقى همشي يبقى العيان هيبقى شط بتاعته ليفت تو رايت شط. طالع من الار في ايه؟ البالمري ارتري. بالمري فالف والبالمري ارتري. بريشر في البالمري ارتري هو نفس البريشر في الار في، طالما انا عام عندي في اس. اذا عندي البريشر هنا برضه 25. تمام؟ مع الفلو اول حاجه المرحله اللي عايز نخش فيها البلد رايح فين؟ رايح على اللنج، فانا عايز اخش البلمري كونجيشن. فدي اول باس ستيج للعيان ان هو هيخش البلمري فينس كونجيشن. مانيفستيشن بقى بتاعتنا ايه؟ تاكيبنيا وديفكال فيدنج والكلام ده هتقول ايه؟ بعد البلمري فينس كونجيشن هيخش فيه مرحله ايه؟ كونجيسيف هارت فيلير. تمام؟ طيب نتيجه الفلو كتير اللي رايح اللنج ده، فاللنج تيشو هتبدا تنتراكت مع الكلام ده عن طريق الهستولوجي. دي عندنا 6 جريدز بتوع البلمري هايبرتنشن بتاعهم. تمام؟ لحد ما بينتهوا في الاخر بنخش في البلمري هايبرتنشن اللي عم ما اتعالجش، بنخش بعد كده في الايزن رينج. اذا عيان البي سي بي باس الهستولوجي بتاعه بيعدي باربع ستيج: بلمري فينس كونجيشن، هارت فيليا، بلمري هايبرتنشن، ايزن رينج. تمام؟ هو دوري امتى حضرتك ان انا اتابع العيان من هنا لحد هنا ولا اعمل ايه مع العيان ده؟ يعني المفروض ان انا حضرتك ما اوصلش للمرحله دي. تمام. اذا عندي اثنين ستيج اللي انا بلحق العيان فيهم احول له الجراحه بحيث ما اوصلش للمرحله دي. بدل بس الفلوج بتاعنا مرتبط مع الكلينيكال بيكشر بتاعتنا. يعني في البسط الفلوج كورليتد مع الكلينيكال بيكشر. هو عيان البي سي دي بيجي يشتكي من ايه؟ يعني الطفل اللي عنده بي سي دي هو بيجي يشتكي من ايه يا دكتوره؟ ليه؟ الكلينيكال برزنتيشن كورليتد مع كل مرحله بتقول. يعني العيان اللي عنده الستيج الاولاني اللي هو بارن فينس كونجيشن شكله الامه كلها تاكيبنيا ريبيت تشيست انفكشن. تمام؟ طب العيان اللي داخل على مرحله الهارت فيلير البرزنتيشن بتاعت الهارت فيلير ايه؟ مشاكل بتاعت الرضاعه، ولا بيقطع الرضاعة، بينهك، بيعرق، واحد من اثنين البودي ويت كيرف بتاعه ماشي بصعوبه شديده جدا. ثلاثه ريبيت تشيست انفكشن. اذا هنا المانيفستيشن بتاعت الهارت فيلير في الاطفال بتختلف عن الترايب بتاع الكبار بتاع الهباب ونيجل والكلام ده كله. مينلي عشان كده حضرتك الطفل داخلك او امي داخلك في العياده الطفل عنده بي سي دي، اول سؤالين بتساليهم للعيان الرضاعه اخبارها ايه؟ ونمره اثنين المعدل الوزن بتاع الطفل اخباره ايه؟ الحاجتين دول يقدر يعرفوه الطفل ده كويس ولا مش كويس. دخلنا على المرحله الثالثه بتاعت البارما هايبرتنشن. كل ما الهايبرتنشن ده البارما هايبرتنشن هيزيد هيوصل يعلى، كل ما السيمتومز اللي عند الولد هتتحسن. هتتحسن ليه؟ عشان الشنط هتبدا تقل. يعني كميه الشنطه هتقل. فبالتالي كميه الشيست فيكشن هيقل. فالشكوى بتاعت الام هتقل. بينما هو في مصيبه بتحصل. لما نصل لمرحله تماما مفيش مانيفستيشن ومفيش سيمتومز، لكن دخلنا في مرحله السنين بقى ما بتحصلش. اذا هنا حضرتك الباس فيزيولوجي اهميته احنا بنعرفه ليه؟ عشان كورليتد مع كلينيكال برزنتيشن بتاعنا. يبقى عرفنا يا جماعه الستيج بتاعت البي سي دي بارمي فينس كونجيشن، هارت فيلير، مودريت وسيفير بارمي كونجيشن، ايزن مينجر، ريفيرسال او فيكسد بارمي كونجيشن. حقيقه للاسف شديد لسه بنشوف في مصر حالات وصلت لهذه المرحله. هتستغربوا جدا جدا اقسم بالله العلي العظيم. لسه بنشوف حالات بي سي دي بيجيلك ايزن مينجر. لسه شايف عيان من اسبوعين من بنات سنان اللي فات 12 سنه بي سي دي جاي ايزن مينجر. ازاي؟ انا ما اعرفش. كما كنا عايشين في صحراء. نتيجه طبعا ان الناس ما تقدرش تسمع السماعه والمشاكل اللي احنا بنتكلم فيها بره مع الكويس. يبقى احنا عرفنا الباص فيزيولوجي وعرفنا الباص فيزيولوجي في المونر هايبر تنشن. يعني العيان دلوقتي السيمتوماتولوجي بتاعت الكونجيشن راحت.
هيبقى عندك حاجه ثانيه مثلا الكارديولوجي موجوده وقد موجود مانيفستيشن او حاجه موجوده هي دي اللي هتبقى الاعراض اللي بتديها اللي هي تظهر عليك بس تفكري في الفكره ده رغم ان الكونديشن رافعه بس اتفضل ده المشكله دي اللي بتتعامل مع طفل عيل شهرين ثلاث شهور تقولي له يعني تقولي له عندك صداع تقولي له لما تكبر لما تيجي تلعب تعرفيها منهم نفس الكلام برضه في اللي برضه يبقى هو ده برضه اللي هتبقى الازمه اللي موجوده لسه عند العيال انما لو دي بيحصل الواحد في الهيدنج بزنس الكلام ده انا عارف ازاي عايز اغير عايز اغير عايز اغير اول سؤال هو انا كل عيان بي سي دي هسمع عليه الميرمر ده؟ لا
يعني ممكن عيل عنده بيج في اس دي وما اسمعش منه. تمام؟ الميرمر بقى مرتبط بايه؟ لازم نفهم عن ايه كلمه ميرمر. الميرمر ده مرتبط يا جماعه بفرق بريشر زي ما احنا قلنا. انا عندي ال في بريشر هنا 100 والار في هنا 20. ففرق البريشر ده بيعمل فايبريشن فبيدوس الميرمر بالنسبه لي. اذا هنا حضرتك انا لو عندي حضرتك طفل عنده سيفير برمر هيبرتنشن وال في بتاعه 100 والار في بتاعه بقى 100 اذا مفيش ميرمر اسمع عند العيان بس اسمع حاجه ثانيه اسمها اكسنتويت سكند وهارت ساوند. اذا في علاقه مهمه جدا جدا ما بين الميرمر بتاع الاي سي دي والسكند هارت ساوند لازم كلنا نعرفها. اذا بسمع في احوال الدكتور اللي معاه مذكره يطلع الصفحه بتاع الاوستيشن في جدول معمول عنده. كويس؟ دي احوال الميرمر بتاع الاي سي دي كلنا لازم نعرفها. رقم واحد انا اسمع كده واضح ان مش طبعا يبقى عندي احوال للفي اس دي ميرمر. اول نوع اللي هو الكلاسيكال ميرمر اللي هو اسمع بانس وستوليك ميرمر سيرد وفورس وفيفث ليفت بارس بارس ترنال سبيس ده بسمعه في حالات الفي اس دي ويز نو او لو عنده مايلد بالما هايبرتنشن. يبقى العين اللي عنده ما عندوش بالما هايبرتنشن او عنده مايلد بالما هايبرتنشن هسمع كلاسيكال ميرمر. العيان اللي جاله مودريت بالما هايبرتنشن البانس وستوليك ده هيتحول الى شورت سيستوليك ميرمر. يبقى الميرمر هيبقى شورت بدل ما هو كله واحد كل السيستول هيبدا يبقى شورت واخد جزء منه. يبقى تحول الى هنا من بان سيستوليك الى شورت سيستوليك ميرمر والسكند ساوند يبدا يعلى معايا. العيان اللي جاله سيفير بالما هايبرتنشن مش هسمع حضرتك ميرمر وهسمع اكسنتويتد سكند هارت ساوند الميرمر اختفى كده. تمام؟ ودي مشكله اما بتتابع العيان بعد كده عشان السبونتينس كلوجر في سي دي هتقفل. لازم اعرف افرق ما بين عيان البي سي دي بتاعته قفلت او العيان جاله سيفير بالما هايبرتنشن. دي نقطه هنتكلم عليها قدام بعد كده. يبقى احنا دلوقتي طيب السؤال الثاني بالنسبه للميرمر بتاع البي سي دي هو الميرمر ده بيلخبطني مع ايه؟ الميرمر بتاع البي سي دي ده وات از كونفيوزنج ميرمر معايا؟ استوريك مرمر اللي عامل حد يعرف؟ البي اس ميرمر الديفرنشال دايجنوز يعني عندي الميرمر بتاع البي سي دي والبي اس الاثنين بيلخبطوا مع بعض وفي حاجه ممكن اعملها اعرف افرق بالسماعه اقول عنده في اس دي ولا عنده بي اس عن طريق ان انا بتحرك بالسماعه. اذا طلعت فوق بالسماعه والماكسيمم تنس بتاعتي زادت فده بي اس ميرمر. اذا نزلت تحت السماعه والماكسيمم تنس زادت فده بي اس دي ميرمر. يبقى فرق بين البي اس دي والبي اس ميرمر عن طريق البروبيجيشن بتاع الميرمر والماكسيمم تنس بتاعته. العنين اللي عندهم في اتيبيكال ميرمر في البي اس دي في اتيبيكال ميرمر في البي اس دي. هناخد مثال ليها زي الماسكولار في اس دي. العيان اللي عنده ايبيكال ماسكولار في اس دي ما بسمعش الميرمر بتاعه كلاسيكال ميرمر هنا بسمع الميرمر بتاع شورت سيستوليك ميرمر ما بين الايبكس وبين الليفت لور سيرنال اخر حته في الـ في الـ في الـ في السيرنال هنا كده. فالعيانين اللي هم الايبيكال ماسكولار في اس دي الميرمر بتاعهم ما بقاش كلاسيكال ميرمر بيبقى كده. يبقى احنا عندنا كورليشن ما بين الميرمر بتاع البي سي دي والبالمي والسكند هارت ساوند. العيانين اللي جالهم ايزنمنجر او جالهم سيفير بالمي هايبرتنشن ما بسمعش طبعا ميرمر بسمع حاجه اسمها بحط ايدي حتى ممكن احس السكند ساوند بنسميه بالبوم سكند هارت ساوند. يبقى هنا السماعه بتاعتي هتفرق معايا في ايه؟ ان الايكو لو الايكو غلط مش ماتش مع الكلينيكال فايند انا عندي حاجه غلط في العيان. يبقى ما ينفعش اتابع عيان بي سي دي من غير ما اقدر اريكوجنايز الميرمر ولا ريكوجنايز الكواليتي بتاعت السكند هارت ساوند. حتى عارف السكند هارت ساوند الكومبوننت بتاعته ايه يا جماعه؟ بالمونري واورتك. تمام اوكي. طب بعد كده الاكس ري فايندنج الاكس ري امورتك. انا بس كنت عايز اتوقف شويه عند الاوسكالتيشن يعني عايز الناس يحفظوا كارديك اوسكالتيشن في البي سي دي فلو اي حد عنده استفسار فيها او صعوبه فيها يقول لنا بس معلش. وانتو في السيستول ده اصلا اللي هو ايه؟ يمثل ايه؟ السيستول ده بيمثل ايه؟ السيستول ده اصلا بيمثل ايه؟ يعني احنا عارفين ان في حاجه اسمها سيستول ودايستول، السيستول ده بيمثل ايه؟ المسافه ما بين ايه وما بين ايه؟ او بيمثل ايه هنا في الغرب؟ الدراكشن ليه؟ ها؟
الكونتراكشن اللي في الانتريك اللي هو ده السيستول. امال ده السيستول ده بيمثل ايه؟ طب الكونتراكشن ده بيمثل ايه على مستوى الفالفات؟ ما انت بتسمعي في الاخر فالف. يا جماعه في ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي الدكتور شريف بيقول ايه؟ السكند سالنج ده عباره عن الكومبوننت اثنين بالمونري واورد. يبقى فاضل ايه الثاني في الفالفات اللي قدامكم؟ اهو ده يا عم الفتح. اهو ده الفتح. المسافه ما بين الفيرست والسكند اسمها سيستول. المسافه ما بين السكند والفيرست الجديد اسمها دايستول. هتملى امتى وهتصبي امتى؟ هتسمع بقى الوقت ايه اللي الدكتور شريف بيقول عليه؟ هتسمع المسافه ما بين فيرست ساوند وسكند ساوند بقى كلها يبقى اسمها باني. هتسمع في الاول هتبقى اسمها ايجيكشن. هتسمع في جزء منها في الاخر او قريب منها او في وسطها اسمها ميد تو ليت. هتسمع في حته منها اسمها ايرلي. كل بقى اسم لها حته كاركترستيك لفالف موجوده او لحاجه موجوده. ما هو ده الكارديولوجي. ما انا بقول لك هو الاول نعرف الاول احنا داخلين في الاول عشان نبقى عارفين بس نتكلم ولا ما نتكلمش. يبقى هو دلوقتي الدكتور شريف بيتكلم على السيستول اللي موجود الفانس ستول او الشورت سيستول. شورت ستول يعني ايه؟ يعني انا هسمع فيرس سال وهسمع صوت وفي شويه وقت موجود وبعدين هسمع ايه؟ سكند سال. اللي انتوا كنتوا بتعملوا له تايمنج قبل كده اللي تحط ايدك على الكاروتيد عشان تشوفيه في العيال الصغيره ما فيش الكلام ده. لا حاجه الفرد بس هو طبعا في مشكله بالنسبه لا ده واضح يعني لو نقدر نحلها هي موضوع ان انا محتاج ان كل عيان يسمعوا السماعه. كل ما تشوف طفل حط عليه سماعه. لو طفل جاي لك بيشتكي من جرح حط عليه سماعه. يعني مهم جدا القصه بتيجي مع التكرار. ايه الفكره اللي احنا المفروض نعرفها على تقاليد الاطفال؟ هم ثلاثه اربعه منهم مش كتار جدا ممكن يتعلموا كويس. لما نتكلم في المستوى ده هنطلع بره المحاضره سنه كنت عارفه بعدين. اتفضل يا باشا عنايه. على ايه الموست كومن كارديك ميموريز اللي بيكتبوا الاطفال لازم يعرفهم. احنا قلنا واحد منهم ان هو البي سي دي. بسمعه على الفراس. تاني نوع بشوفه ممكن اسمعه البي اس احنا قلنا البي اس بسمعه على السكند ليفت اللي هي البالموني اريا وده عباره عن ايجيكشن ستوري رغم ان البي سي دي ميموري باين ستوري والبي اس ايجيكشن ستوري لكن بيخشوا في بعض. عشان كده بفرق بينهم عن طريق ال دايركشن. ثالث ميرمر المفروض ان انا اعرفه في الدكتور اطفال وما غلطش فيه وللاسف بنشوفه كل يوم البي اي ميرمر ميرمر ده اسمعه كونتينوس سب كلافيكلر يعني تحت الكلافيكل هنا وعلى الابر ليفل وده عباره عن ماشينري ميرمر بيبقى مسموع بوضوح جدا جدا. رابع ميرمر في الاطفال المفروض ان انا اعرفه بتاع اورك سينوزس سيستوليك مرمر عشان في حالات كتيره كريتيكال اورك سينوزس اورك سينوز ميرمر بسمعه على السكند رايت هنا وبيبقى بروجيت فوق وممكن اسمعه على الكاروت كمان على النيك وبيبقى هارش ستوليك ميرمر او ايجكشن ستوليك ميرمر بسمعه على الاورتيك اريا اللي هي السكند رايت وبروجيت ليه كاروت. اخر ميرمر بسمعه بتاع المايتر ريجيش بسمعه على الايبكس هنا بيبقى بان ستوليك زي بتاع البي سي بي بس بيبقى ماكسيمم على الايبكس وبروجيت على الاكزيلا بيطلع لحد الاكزيلا فوق. مفيش تاني ميرمر في الاطفال محتاجين نسمعه او نعرفهم اكتر من اربعه خمسه دول. ان انا اتعلمهم واعرفهم. البي اس دي البي اس البي دي اي اورتيك سينوزس مايكل ديرش. بقيه الحاجات التانيه كلها فهي ذات اهميه. المايترال ده كده ممكن يغلبنا شويه برضه يا دكتور. في الليفلت اللي موجوده فيه انتيرور ابوستيرور الليفلت اللي موجوده. ان انا هسمعه عند الاكزيلا ولا هسمعه فين؟ حضرتك مره طلبت مني ان انا ما اخشش في دي. ما انا بقول لحضرتك دي المشكله اللي بتبقى في الجزء اللي موجود. هي المايتر اللي جيش لحضرتك عباره عن تو ليفلتس. لو انا عندي مشكله في البوستيرور ليفلتس بسمعه هنا ما بين الايبكس وبين اللور ستيبل بوردر. ايوه. لكن لو انتيرور ليفلتس بيمشي انتيرور لحد ما يوصل للاكزيلا. ده انا بقول لك ده اللي بيحيرنا شويه. والميرمر بتاع المايتر اللي جيش مهم جدا جدا لدكاتره الاطفال. عشان في موضوع اللي هو بتاع الايبي كانال بالفكر اللي هو في الداون بعد ما بنعمل لهم جراحات الايبو بيغلطوا بيقول لك العيان عنده سيفير مايكل ريفيرش. الحقيقه هو بيبقى عندهم ماي بس هم بيشخصوه سيفير عشان بيقيس الديستنس بتاع الريفيرش في الليفت ايبو. لكن لو سمعت السماعه
هتلاقي الميرمر واقف لحد هنا ما بيمشيش ما بيكملش. لو عندي سيفير ريفيرج الميرمر بيبقى بيمشي معايا. فدي من الحاجات اللي هي برضو يعني ممكن نتعرض ليها كاطباء اطفال. اكس راي احد الاشكاليات برضو كونجات في مصر ان احنا ما بنطلبش اكس راي للعيانين. بتكلم على برضو انا بتخيل نفسي طبيب اطفال ولو جت الاكس راي الى حد ما ما بعرفش اقراها. طب انا النهارده جاي عشان اتكلم على اكس راي في نقطتين بالنسبه للفي سي دي. الكارتو ميجالي وبرضو فينا سكونديشن ده ممكن اي حد يشخصه يعني اي حد هيبص على اكس راي هيقول لك العنده ايه ده في كارتو ميجالي ده يعني دي مش اشكاليه. الاشكاليه الثانيه اللي انا عايز اعرفها النهارده لما ابص على اكس راي هنجاوب على سؤال وات ار ذا بايولوجيكال ساين اوف بالمي هايبرتنشن في الاكس راي. انت لما امسك اكس راي قول عنده مودر او سيفير بالمي هايبرتنشن. والحقيقه دي مشكله او نقطه مهمه جدا جدا لازم كلنا نعرفها. يعني لما ابص على الاكس راي اقول عنده بالمي هايبرتنشن من الاكس راي ولا لا. يبقى انا السماع عرفت الديجري بتاع البالمي هايبرتنشن ومن الاكس راي. لدرجه ان احنا بنتعرف بعد اذنك انا لو دكتور اطفال شاطر هعرف اتابع الطفل بتاع الفي سي دي ده من سماعه والاكس راي. مش هحتاج اعمل له ايكو كل شهر ولا كلام ده خالص. حد يعرف ايه الراديولوجيكال ساين في الاكس راي بتاع البالمي هايبرتنشن؟ يا جماعه على فكره الكلام ده كلام ده كلام سنه خمسه. ده كلام سنه خمسه يعني كمان مش كلام ماستر. اول حاجه انا اعرفها معلش العيان اللي عنده لارج بي سي دي فكان عنده كاردو ميجال يعني الهارت سايز بتاعه كان كبير. اما العيان يبدا يجيله سيفير برضه هايبرتنشن فالشنط بتاعته هتقل فالهارت هيصغر. اول حاجه هتحصل الهارت عاده الكبير ده بيبقى يا اما واخد شكل ال في او الار في بيتحول الى ار في مورفولوجي يعني بيبقى ار في هايبرت ما بيبقاش عنده بلاتيشن كان موجود في الاول. فالاقي الهارت صغر في الاكس راي. نمره اثنين كان عنده كونجيشن دلوقتي ما بقاش عنده كونجيشن فالاقي في بريفرال كوليديميا البريف بتاعته ما بقاش كونجيشن. ثلاثه هلاقي المين بالمر بتاع العيان دايليتد بروكسيمال بارت بتاع البالم في الاكس راي لدرجه ان ساعات كانوا الغلطه مشخصوها انها شادو في اللي في اللنج جنب الهارت. دي الحاجات اللي هي دور عليها اسمها رادولوجيكال ساين اوف بالمر بوتنشال في الاكس راي لازم اعرفها عشان مش عايز اخش في تفاصيل كتير في الاشعه يعني بس يعني استاذنكم يا جماعه معلش ممكن نكتب عناوين ونروح نقراها يعني بعد اذنك معلش رادولوجيكال ساين اوف بالمر هايبرتنشن في حالات الليفت ورايت شانت دي كلنا نروح نقراها هم اربع سطور بحيث لما يجي لي عيان ابص على الاكس راي اتعلمها. هو كان شك فيها برضو هو في الاول يا دكتور كان شك فيها في الاول الجزء الاولاني هو بيعمل كلينيكال في قبل ديت عن طريق زي ما حضرتك قلت سمع السكند ساوند شكله ايه حس السكند ساوند فيه بلسيشن عليه ولا لا لو عمل بركشن هيبقى فيه حاجه ولا لا الجزء اللي موجود او بقى يسمع اللي هو ايه اللي هو بنقول عليه بالبابل سكند ساوند اللي بنقول عليه اللي هو الجزء ده بس ده بقى يعني والعياذ بالله يكون عدى مرحله جديده. هو كان جابه من الاول من السكند ساوند زي ما حضرتك قلت في الاول ماشي. طيب انا متحمل على دكاتره الاطفال النهارده ما عادش استحملوني شويه. دكاتره الاطفال لما بنمسك ايكو بتاع عيان بي سي دي ودي اعتقد كلنا بنعمل هذا ما بنعرفش ايه الحاجات اللي احنا هنبص عليها في الايكو. بنبص على حاجه واحده بس السايز بتاع البي سي دي. الحقيقه انا مش عايزك تبص على السايز بتاع البي سي دي خالص تمام ولا يفرق معانا في الايكو بيجي لي عيان العياده عنده بي سي عندنا ما هو اهم من السايز بتاع البي سي. فاحنا عايزين نعرف ايه الحاجات انا كدكتور اطفال لما يجي لي عيان بايكو عنده بي سي دي ابص على ايه فيه؟ ابص على نوع البي سي دي. طيب اول حاجه هو هيفرق معايا نوع البي سي دي هيفرق عندنا اصابه فيه يعني هيجي له اوضه الجيش ولا ده قله ممكن يكون ايدي كمان ولا مصدر اذا هنا نوع البي سي دي وابص على السايد بتاع مفيش مشكله. ابص على السايد بتاع الار في والال في دايليتيشن مش مشكله. نيجي للاشكاليه كلها هو العيان البي سي دي يا جماعه
بيضاي من ايه او بيخش في كومبليكيشن ايه اللي انا خايف منه من طبيعته ان هو يجي له ايه يجي له ايرفيرسبل برن. فلازم ان انا لما ابص عليه اعرف ان انا ديتكت العيان ده بدا يجي له برن هايبرتنشن. لان وانس ان جاله مودر برن هايبرتنشن لازم ابعته يعمل عمليه. طب انا هعرف ازاي من ايه التكنيك بتاع البرن هايبرتنشن دي؟ برده الحاجه اللي احنا عايزين نعرفها النهارده قبل ما نطلع من القاعده. احيانا حضرتك الايكو كارديوجرافر يقول لك العيان ده عنده مثلا بي سي ويز بي بريشر بتاعه مثلا 50 او 30 او 100. يعني الايكو كارديوجرافر بيقول الرقم مباشره. فانا هقدر اعرف العيان ده عنده مايل ولا مودريت ولا سيفير. يعني قال لي العيان ده عنده بي سي دي ويز بي بريشر 25 30 فانا اعرف ده نورمال. او عنده بي بريشر 30 40 ده مايل او 50 60 ده مودريت او 100 ده سيفير. احيانا ما يقوليش كده. يبقى اول حاجه ان هو يقول لي الار بي بريشر دايركت. احيانا يقول لي العيان عنده لارج بي اس بي ويز ار بي بريشر 50. ده معناه ايه؟ اللي عنده ويتش بري بارمري اوتنشن. معناه ايه؟ هو الار بي بريشر يا جماعه هو البي بريشر. طالما العيان عنده سي بي اس يبقى هو الار بي بريشر هو البي بريشر. طب لما يقول لي العيان ده عنده ار بي بريشر 50 معناه انه عنده مودر بارن بريشر. قال لي الار بي بريشر 100 معناه انه عنده سي بي بارن. تمام؟ طب احيانا ما يقوليش لا بي بريشر ولا ار بي بريشر. يقول لي اللي عنده لارج بي سي بي ويز بريشر جريدينت 20. لازم اعرف قد ايه الكلام ده. يعني ايه بريشر جريدينت 20؟ يعني الفرق بين ال بي بريشر والار بي بريشر اكروس البي سي بي. فانا هقوم عامل عمليه تخيليه اقول لي عنده ال بي بريشر 400 فرق 20 يبقى الار بي بريشر بتاعه 80. يعني البي بريشر بتاعه 80 يعني العيان عنده سيفير برن هايبرتنشن. تمام؟ طب ممكن عنده الايكو كارديوجرافي يقول لي ايه؟ عنده لارج بي سي دي ويز نو بريشر جريدنت اكروس 100 ده سيفير. ده سيفير اللي عنده بقى عنده سيفير سيفير برن. احيانا الايكو يقول لي العيان ده عنده لارج بي سي دي ويز باي دايركشنال شنت. يعني ايه باي دايركشنال شنت؟ يعني عندك شنط ليفت ورايت وبعدين لما يجي له شست انفكشن او يعمل اكسرسايز على شنط رايت ليفت هيزرق. ده معناها فيري سيفير بارن. اذا هنا في الايكو انا بفوكس تماما على الديجري بتاع بارن ان دي حاجه اللي هتموت العيان. ونمره ثلاثه او اربعه ببص عليها برده في الايكو الكوميونيكيشن اكسبكتد كوميونيكيشن زي الاورت بريجيرج والاسوشيتد ليجن عنده بارك عنده حاجات دي. احنا بنقول حاجات يامي يعني بالنسبه للدكاتره القاهره خليكي معانا. يعني حاجه من عرضت المنى دي تقيله شويه هم يبس يقولوا عشان لو ننزل ونطلع ونطلع في الاستعاجه يا جماعه. الحاجات اللي بنقولها دي صعبه ولا متوسطه ولا عاديه؟ مفيش حاجه ما قلناش حاجه صعبه. في معلومات احنا بنقف عندها ما بنحكيهاش. استاذنك بقى حد ممكن يقول لنا ايه اللي هيبص عليه في الويب بتاع البي سي بي عشان نعرف الناس فين بتعمل. ممكن بقى حد يقول لنا لما يجي له عيان بي سي بي معاه ايكو ابص ايه على الايكو؟ تمام قول لنا باين على مش نافع كده. انت شايف الناس؟ هاي الصوره في الكلمه هو شايفها. لا بص له مش رحيمه. يعني الطيب هيفيدك في حاجه؟ ايه بقى؟ جميل. لا مش مشكلة. قلنا البريشر يا اما يديهولك ثابت يا اما يديهولك عن طريق جريدينت موجود يا اما رقم موجود على الجزء اللي موجود عليه. مش معبين الدكتور. الميديكيشن. لا انا بس شويه عن الايكو. يعني ايه اهميه الايكو في حالات البي سي دي؟ ان احنا يعني دايما انا متبني النظريه كده. النظريه بتقول ان 50% من الايكو كارديوجرافيك اكزامينشن في مصر يا اما ان اكيوريت يا اما غلط. فبالتالي لو انا مش هقدر اعمل ماتشنج ما بين الكلينيكال داتا وهفترض ان الايكو ده قران انا هغلط في العيان. فدي عشان كده مهم جدا كلينيكال سنس
اشوفه ماتش مع الاكس راي مع الايكو. تاني يا جماعه الايكو مش قران، كلنا بنغلط في شغلنا وكلنا لسه بنتعلم، فعشان كده لابد ان انا يبقى الايكو ده ماتشد مع الكلينيكال فايندنج اللي انا بلاقيها في العيان. هلخص تاني الحاجات بتاعت الايكو، الحاجات المهمه اللي احنا نشوفها، نوع البي سي دي عشان يفرق معانا في الكلينيكال امبورس بتاعته، سايز بتاعه، في ساين اوف كلوجر، في ساين اوف فنتريكولار ديليتيشن، في اسوشيتد كونجنتال زي الكوارك زي البي دي اي زي سب اورتيك ممبرين. هشوف بعد كده الار بي بريشر والبي اي بريشر عشان اعرف الديجري بتاع البالما هيبرتنشن اللي هي اساسا هكمل متابعه مع العيان ولا هبعت العيان عشان يعمل بي سي دي كلوجر. اذا دي اهم نقطه في القصه بتاعتي بالنسبه لي، لو انا عرفتها اقدر اتابع العيان وانا مطمن في العياده. في اي حاجه في الايكو تاني؟ يا ريس ميديكيشن حاجه ميديكيشن. طيب انا هقول برضو دي نقطه اعتقد انها نقطه شويه بالنسبه لدكاتره الاطفال مهمه، ايه الادويه اللي انا بديها لحالات البي اس دي؟ هتكلم عن المال براكتس الاول اللي انا بشوفه. بيجي لي طفل العياده كتير جدا عنده اسبوع ومتشخص ان عنده بي اس دي والدكتور كاتب له لازكس وكامتون، الكلام ده صح ولا غلط يا جماعه؟ عنده 1 ويك او 2 ويكس، صح ولا غلط؟ وصح ليه وغلط ليه؟ حد يعرف يجاوب؟ لا عندي روح. سألنا سؤال اللي عليه الانتي فيلير اللي بتدوه هتدوا انتي فيلير ولا لا؟ ولو هتدوا طفل عنده اسبوعين عنده بيج بي اس دي مكتوب له لازكس وكامبو، الكلام ده صح ولا غلط؟ وصح ليه وغلط ليه؟ يبقى في طفل عنده اسبوعين وطفل عنده شهرين الاثنين بياخدوا كابتون ولازكس وسبكتون، ما سمعناش اجابه لحد دلوقتي خالص. هو الطفل اللي عنده اسبوعين ده مانيفيستد يعني عنده ليفت تو رايت شنت؟ يا جماعه ما ينفعش نكتب كاردك ميديكيشن لعيانين عندهم ليفت تو رايت شنت اي اس دي بي اس دي بي دي اي في اول شهر، لان لسه العنده ما عندوش شنطه اصلا نتيجه لسه عنده بيرزيستنس بالما هايبرتنشن. فبالتالي ان انا اديله ميديكيشن من اول يوم او اول اسبوع وثاني اسبوع عمليه بلا اي معنى خالص يا جماعه. اذا ما بديش الطفل ده ميديكيشن الا مع بدايه الشهر الثاني اما يبدا العيان يخش في كونجيشن او بالما هايبرتنشن. فده اول مال براكتس احنا عندنا في مصر. نمرة اثنين، عندي عيان عنده سمول او مودريت سايز بي اس دي باسكولار بي اس دي وماشي على كابتون ولازكس، الكلام ده برضه ملوش اي معنى خالص تماما. انا عيان اللي انا بديله ميديكيشن وايه انواع الميديكيشن انا بديها لحالات البي اس دي؟ لو عندي عيان في الفيرست ستيج اللي احنا قلنا عليها عنده بالم فينس كونجيشن فالعيان ده بديله جاست دايوريتكس بس، ممكن امشيه على لازكس وسبكتون او لازكس وبوتاسيوم. عيان عنده هارت فيلير همشيه على الانتي فيلير ميجرمنت. عيان عنده سيفير بالما هايبرتنشن همشيه على الكابتون وممكن اديله سيتريفين واحد. اذا هنا الستيج بتاعت التايب بتاع الميديكيشن كورليتد مع الستيج بتاعت البي اس دي. انذر بوينت في الـ في الـ في المال براكتس عندنا في البي اس دي العيانين هم عندهم الريفيرسبل او جالهم ايزلينجر او فيكسد بالما هايبرتنشن. العيان ده ياخد ميديكيشن يعني ياخد لازكس وكابتون ولا لا؟ حد يعرف؟ لا طبعا. دكتور محمد ايه قال لا لا طبعا ما ينفعش ياخد لان ما بقاش عنده شنطه اصلا، فبتلاقي الدكاتره ماشيينه على دايوريتكس وكابتون بلا اي معنى، ده بقى عنده فيكس بارما ريتنشن. اذا ملوش هنا اي رول الميديكيشن هنا خالص في العيانين دول. فقربوا ان احنا بس الميديكيشن بتتكتب من بدايه الشهر الثاني وبتتكتب على حسب الباس فيسيولوجيكال ستيج اللي العيان فيها كونجيشن ولا هارت فيلير ولا بارما ريتنشن. فدي بالنسبه للكارديك ميديكيشن بالنسبه لحاله البي سي دي. ده لو اتحجز يعني ده لو اتحجز ده لو اتحجز في الاستريكت يعني ولا مش في الاستريكت؟ ده لو اتحجز او ما هو البيبي ده كل الوقت احنا مش عارفين نخليه اوفر هايدريتد فكل الوقت احنا بنخليه تو ذا هايدريتد سايد، يعني هو محجوز عندنا يبقى تو ذا هايدريتد سايد مش ذا هايدريتد تو ذا هايدريتد سايد، يعني المفروض ان هو اي بيبي اللي بياخدها تعتبر 100% ايا كان الرقم ايا كان الرقم بتاعها، فاحنا المفروض ان احنا نديله من 80 سايد
من فلويد ده الوقت هيبروزول في هيبقى ومطول لنا دول ومطول لنا الوقت بتاعنا ان احنا نبقى محتاجين مش محتاجين ان احنا نشوف الميديكيشن بدري. نعم علي صوتك بس ماله بيسأل يا دكتور شريف لو 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 كومبليتي في كانال او كوماني في كانال الايشو الثاني يا جماعه انا هتكلم عليه الناتشرال هيستري بتاع البي سي دي. اي كونجنتال هارت دي حاجه اسمها ناتشرال هيستري. حد عارف يعني ايه ناتشرال هيستري؟ الناتشرال هيستري ده معناها ايه اللي هيحصل للعيان لو انا سبت اللي عنده انتريتد ما اتعالجش. يعني انا عنده بي سي دي وسبته ما سالتش في اهله ما عملتش عمليه. ايه اللي هيحصل للعيان؟ عيان عنده فرد وسبت العيان. فالناتشرال هيستري ايه اللي هيحصل للعيان لو العيان ده ما اتعالجش. طب حالات البي سي دي لو انا عندي طفل عنده بي سي دي وسبناه من غير علاج هيحصل له ايه؟ رقم واحد سبونتينيوس كلوجر البي سي دي هتقفل. طب ما قفلتش اللي عنده ممكن يخش. تاني حاجه الريفرسبل او فيكسد بارن روتيشن اللي احنا شرحناه. ثلاثه اللي عنده ممكن يجيله انفكتيف اندوكاردايتس. اربعه اللي عنده ممكن يجيله اورتيك ريجيرج. خمسه اللي عنده ممكن يديفولب جرادوال بارن ستينوزس انفاندوكلا بي اس. دي حاجات اللي هي ممكن عيان البي سي دي يخش فيها. تمام؟ يبقى الناتشرال هيستوري بالنسبه لي في البي سي دي انا بعرفه ليه؟ عشان افويد الكومبليكيشن. ان انا اعرف اشخص البلمر تنشن بدري ازاي ان انا بتابع العيان بديله بروفلاكتيك انتي بايوتيك يوم ما يخشش في انفكتيف اندوكاردايتس مني. يبقى ده المقصود بكلمه الناتشر. كل كونجيتال هارت ديفكت دي حاجه اسمها ناتشرال هيستوري لابد ان انا كطبيبه طالب اعرفها عشان اعرف اتابع الطفل ازاي. يعني دي من الحاجات اللي بتعرفت اللي الناس مش واخده بالها منها حته الناتشرال هيستوري. يعني بنعدي على المصطلح ده كده يعني بدون الديفيشن اوف تايمنج بتاع السيرجري. يعني دخلنا في المعضله بقى. هو ده جينا للسؤال اللي الدكتور هيبه تساله انا امتى هبعت عيان البي سي دي يعمل عمليه. ودي برده الحاجه اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها كليرنج اب النهارده. يعني حد يعرف يقول لنا امتى هنبعت العيان اللي عنده بي سي دي نعمل عمليه؟ يعمل عمليه حوله لجراحه امتى؟ دي نقطه فيري كونفيوزنج في مصر. فعايزين النهارده برضو بعد اذنكم الناس اللي معاها المذكرات تقلب هتلاقي فيه مربع والانديكيشن عشان فيه خمسه او سته انديكيشن هنعرفهم. اول حاجه في السيرجن هتكلم على التايمنج انا امتى بقى في البي سي دي وهتكلم على الانديكيشن وهنتكلم بعد كده على كومبليكيشن. هو انا ينفع في البي سي دي في الفيرست مانث او السكند مانث او الثيرد مانث؟ يعني ممكن عيان عنده بي سي دي عنده شهرين وعنده هارت فيلر اخده اقفله البي سي دي؟ اول قاعده متفق عليها مفيش بي سي دي كلوجر ان ذا فيرست 3 مانث ات از نون ايثيكال لان البي سي دي ممكن تقفل. فما بينفعش. احنا بنشوف للاسف بعض الناس بيحولوا حالات في اول شهر ويعملوا لها بات وحاجات زي كده. اذا اول 3 شهور انا ما بقفلش بي اس دي.
with exception هنقولها الاكسبشن دلوقتي. طيب as a general rule بحالات البي اس دي اي عيان يا جماعه عنده لارج بي اس دي any patient with large BSD with heart failure or pulmonary hypertension not responding to the medical treatment should be referred to surgery after the first 3 months. بتكلم عن اللي عنده 4 شهور و5 شهور مشيته على الانتي فيلير شهر 2 وما اتحسنش, this is an indication for BSD closure. مش اللي عنده بقى شهر او 2, بتكلم beyond first 3 months. يبقى قاعده عيان عنده large BSD عامله هارت فيلير, عامله بارمه هيبرتنشن, والطفل اكتر من 3 شهور ما تحسنش على العلاج لمده شهر او شهرين, ده يساوي بي اس دي كلوجر. ده اول كلير انديكيشن. خلاص كده دي فهمت ولا فيها صعوبه؟ فاهم. يبقى العيان اللي عنده لارج بي اس دي بعد 3 شهور خد ميديكيشن ما تحسنش وعنده بيرسيستنت هارت فيلير بارمه, ده انديكيشن. تاني انديكيشن اي عيان بياند 6 مانث وكانه مايلد اورتيك ريجيرج, this is an absolute indication ان احنا نقفله البي سي دي عشان ما يخشش في مودريت اورتيك ريجيرجن. ثالث انديكيشن عيان جاله انفكتيف اندوكاردايتس, ده انديكيشن. رابع انديكيشن عيان عنده مودريت سايز بي سي دي ومفيش ساين اوف سبونتينيوس كلوجر وداخل على بري سكول ايج, خلاص ده هبعته عن سن 3 4 سنين اقفله البي سي دي. تمام. الاولي اكسبشن ان انا اقفل البي سي دي في الفيرست 3 مانثس العيانين هم عندهم اسوشيتد سيفير اورت كوارك, في بعض العيانين بيجي لنا عنده سيفير كوارك مع بيج بي اس دي, هنا ممكن ان اعمل برايمري ريبير للاثنين للكوارك مع البي سي دي, وممكن اعمل ريبير للكوارك مع بارن ارت بانج هنتكلم عليه بعد كده في الاسوشيتد ايش. حد يطلع الجدول اللي احنا قلنا عليه؟ حد قلنا ليه ده تبعت لا بيقول ايه؟ ده واحد هو ده برضه في اختصارات ده مختصر للكلام كله. انا مش فاهم. انا صغير medical treatment with patient with congestive heart with persistent congestive heart failure or progressive pulmonary hypertension. BSD should close after the third or fourth months of life. No response for if no response for medical treatment for 1 month or 2 months. ده أول حاجة. أو progressive pulmonary hypertension, moderate severe pulmonary hypertension is an indication for surgical closure at any age. No matter of body weight is low. Or development of mild aortic regurgitation in patient with subaortic or subarterial VCD along also strong indication for surgical VCD. Or infective endocarditis in patient with VCD for surgical closure of CVCD, elective surgical site. Closure should be considered once the infection has subsided. Or large to moderate size VCD in symptomatic patient with no signs of spontaneous closure. كلام ده عن سن 3-4 سنين. أو large BSD with other congenital heart defect with surgical intervention is indicated in neonatal period as a patient with interrupted aortic arch أو severe aortic arcitation. طب أنا عارف عند إشكالية البودي ويت مع حالات البي اس دي عشان دي أحد الإشكالات في مصر برضه. احد الاشكاليات او المس اندرستاندنج في حالات البي اس دي ان احنا ما بنحولش العيانين لجراح عشان وزنهم صغير, فنستنى لما وزن العيان يزيد عشان ابعته بقى في البي اس دي. الحقيقه القاعده دي بتموت عيانين في مصر, لان حضرتك لازم تعرف ان ما بتكلمش على مساله البودي ويت از انديكيشن لكونجيت ان انا اعمل عمليه وما اعملش عمليه الا في الحالات اللي هي عندها ستيبل كاردييك كونديشنز, يعني عيان ما عندوش هارت فيلير ولا بارن هايبرتنشن, ده اللي استنى عليه اما وزنه يزيد عشان اعمل له عمليه. انما العيان اللي عنده في سي دي وعنده كونجست هارت فيلير او عنده بارن هايبرتنشن, كل ما بستنى الوزن عشان يطلع من 4 كيلو ل 5 كيلو
كل ما البي اي بريشر بيزيد فالديجري بتاع البلمونري بريشر بيزيد فالريسك بتاع الجراحه بيزيد مش بيقل. والاونلي سوليوشن للمشكله ان انا ابعت العيان يعمل عمليه بدري وقت ما هيبدا يتحسن. اذا هنا في وجود الهارت فيلير والبيج بي اس دي الكيرف بتاع البودي ويت ماشي ببطء شديد جدا جدا والديجري بتاع البلمونري بريشر عمال يزيد بسرعه رهيبه جدا جدا. فالبنفيت اللي انا باخده عشان ازود الوزن من 4 كيلو ل 5 كيلو باخد اضعاف اضعافه من الريسك والمورتاليتي ريت بتاعتي بتعلى مع الحالات. فموضوع البودي ويت لازم نفهمه كويس كورليشن بين از انديكيشن لما ادخله اقحمه في ملف الجراحه يبقى انا فاهم الاول بعمل الكلام ده في العيانين اللي هم عندهم مودريت سايز بي اس دي او بيج بي اس دي ويز ستيبل كارديا كونديشن يبقى ما عندوش بلمر هايبرتنشن ساعتها اقدر استنى على الوزن بتاعه هو يزيد. دي احد الاشكاليات في مصر بتعرف في موضوع البودي ويت مع حالات البي اس دي. الوزن العيانين اللي هتعمل لهم الاوبن هارت قد ايه؟ هل 3 كيلو ولا 5 كيلو ولا 7 كيلو ونص ولا 10 كيلو ولا اكتر من 10 كيلو؟ دي مسائل كتيره بقى كل ايه على حسب السنتر اللي شغال فيه. كل حاجه موجوده. احنا الدارج عندنا معظمهم هو 5 كيلو. وفي 3 كيلو طبعا بتعمل في 3 كيلو ما انتش مادي عود ده بيشتغل الكلام ده. الكلام ده بيشتغل كمان ده بيشتغل الكلام ده كمان. لا انا عايز بس حضرتك علق على الحاجات اللي في الليتريشر اللي العالم بيشتغلها واللي احنا بنشتغلها. مفيش حضرتك اقحام لموضوع البودي ويت في الانديكيشن للجراحه الا في العيانين اللي هم عندهم ستيبل كارديا كونديشن يعني عيان ما عندهوش هارت فيلير ولا عنده بام هايبرتنشن ده اللي بستنى عليه الويت بتاعه يزيد. لكن عيان بي سي دي وزنه 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو وتبر الايدج بعد 3 شهور او الويت وسبيلر اوف ميديكال تريتمنت ذس ان انديكيشن فور سيرجيكال انترفنشن. بنقفل بي سي دي عندنا حضرتك في مصر 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ما هياش هنا قاعده تماما. الوزن ده بعمله في العيانين هم عندهم مودريت سايز وين هعملها له بقى بي سكول هعملها له الوزن يبقى 10 كيلو دي قصه ثانيه خالص. لكن في العيانين عندهم هارت فيلير وباك هايبرتنشن رجاء فهم المعدل ان البودي ويت كيرف مرتبط بالهارت فيلير ومش هيتحسن. فدي احد الاشكاليات اللي احنا في مصر بيبقى فيها كونفيوجن شويه. لو سمحت دكتور هو لازم يقفله لازم يتقفل يعني ما ينفعش عيان يفضل مكمل كده كنترول دول. البي اس دي هنتكلم عليها حضرتك ده مهم جدا. هنتكلم عليها لا في حالات بي اس دي بنسيبها ما بنعملش عليها هنقولها دلوقتي كتير. اللي بعد كده البانينج ولا الكلوجر؟ انواع الجراحات اللي في البي اس دي عندنا نوعين من الجراحات يا اما دلوقتي كله بيقفل البي اس دي برايمري كلوجر. في بعض العيانين بنعمل حاجه اسمها بابل هارت باندنج لو عيان وزنه بقى قليل جدا وباد جنرال كونديشن او عيان داخل يعمل ريبيرو كارك فممكن نعمل ريبيرو كارك مع حاجه اسمها بابل هارت باندنج. ايه الباندنج دي برضه فكرتها عشان احيانا بنشوف حالات منها ان انا عندي البابل هارت بريشر اهو فبنابلاي باند على البابل هارت يعني بقلل البولز بتاعتها بنقلل كميه الاماونت بتاعت البابل بلاد فلو يعني بحط باند على البابل هارت عشان اقلل الليفت تو رايت شنط لحد ما العيان جنرال يتحسن ان انا وزنه يزيد او ان انا اقدر اعمله عمليه بعد كده. لكن حاليا الانديكيشن فيها في حالات البي سي دي العيانين هم عندهم كارك او عيان عنده مالتيبل ماسكر بي سي ديز اللي انا مش هقدر اقفل البي سي دي بالجراحه او عيان عنده فيري باد جنرال كونديشنز. اذا السيرجيكال مانجمنت للبي سي دي برايمري بي سي دي كلوجر اكسبت ان سبيسيفيك سيتويشن احنا قلنا عليهم دول ممكن نعمل بالمر ارت باند. بص يا حضرتك معلش ادي عندنا ده الكاليبر بتاع البرمي ارضي فانا بضيق الكاليبر اللي بحط عليه زي رباط فبدل ما الكاليبر كده هيبقى كده فانا قللت البرمي بلاد فلو عشان اوقف البروجريشن بتاع البرمي هايبرتنشن يعني الكونسيبت بتاع الباند ان انا بقلل الليفت تو رايت شانتر فبوقف البروجريشن بتاع البرمي هايبرتنشن فالعيان بيتحسن الهارت فيلير بيتحسن والبرمي هايبرتنشن بتاعه ما بيعلاش. دي برضه من العمليات اللي هي فيها كونفيوجن هضطر اتوقف عندها شويه معلش. يعني ايه باندنج؟ يعني تحزين بنعمل حاجه اسمها تحزين للشريان الرئوي، يعني ايه تحزين للشريان الرئوي؟ يعني بحزنه
بدل ما الكاليبر بتاعه كان 3 سنتي هيبقى مثلا سنتي، هيبقى عامل كده. فانا بالتالي قللت الاماونت بتاع البامري بلاد فلو، هو اساس البامري روتيشن بيحصل ليه اصلا؟ نتيجه ان انا عندي هاي بامري بلاد فلو، فبيبدا يحصل رياكشن من اللنج، واللنج تيشو تبدا بروفريشن وتبدا تخش في الاستيج بتاعت الفيكس بامري. فهنا ما بعمل بان بوقف البروجريشن بتاع البامري روتيشن، فالعيان كلينيكالي بيتحسن، هارت فيلر بتاعه بيتحسن، ونمره 2 البامري روتيشن بتاعه بيقف. فبحولت العيان من في اس دي الى في اس دي بي اس، كان عملت العيان ده بارستروزس، يعني حولته من في اس دي الى في اس دي بي اس. وهنا برضو نقطه، ما يجي لي الطفل عامل بارمي ارتباند، انا هسمع عليه بالسماعه وهتابعه زينا كدكتور اطفال، احيانا الباند دي تبقى تايت باند، العنده ممكن يجي لي دي ساتوريتد لو انا عامل تايت باند، احيانا البند تبقى لوز مهويه، فالعنده هيجي لك ان ما عملتوش حاجه، عنده ريزيستنت بارما هايبرتنشن وهارت فيلر. عشان كده ما بتابع العيان اللي هو عامل بند، بتابعه كلينيكالي، بسمع منه بتاع البي اس ده ما عملها ان عنده عامل جود بند، بتابعه بين الام مانيفستيشن هارت فيلر بتتحسن، ثلاثه بعمل له ايكو بقيس البريشر جريدينت اكروس البند، كل ما البريشر جريدينت اكروس البند كويس كل ما معناه ان عنده معمول له بند كويس. دي يعني مش متوقف عندها كتير شويه. فولو اب بعد الاوبريشن بالنسبه للبي اس دي. هنا بقى النقطه دي، معلش انا يعني كطبيب اطفال عيان عمل عمليه بي اس دي وجاي تابع عندي في العياده، انا وات اكسبكت على ايه عند العيان، وايه اللي انا هفكر فيه، وهتابع الطفل ده ازاي، وهديله ميديكيشن ازاي. فدي انا اتوقف عندها لان ممكن حالات تجيلك بعد البي اس دي. انا متوقع عيان راح عمل عمليه بي اس دي وجالي، ايه اللي انا هسويه على العيان؟ ايه الايه الايه؟ ممبرينس. ممبرينس. سبالمونري عايزه تعملها. انا هي بتسال على البيري ميمبرانس بي اس دي. هي زيها زي اي بي اس دي، مالهاش سبيسيفيك انديكيشن يعني ينطبق عليها كلام اللي احنا قلناه. خمس حاجات، يا اما 3 ل 4 سنين، يا اما اول شهرين، يا اما بعد مجال واحد بس بعد الشهرين لو فيها اورد كواركتيشن، يا اما الجزء اللي موجود 3 4 سنين، يا اما العيان قعد شهر او شهرين بياخد علاج وما بيتحسنش، يا اما السيمتومز موجوده معاكي والدنيا مش كويسه، اللي هم السته انديكيشن اللي قدامك. طيب هنتكلم على البيدياتريك فولو اب افتر سيرجيكال كلوزر اوف بي سي دي. انا عيان عمل عمليه وجالي انا في عياده طبيب اطفال، انا ايه اللي هشوفه على العيان؟ اول حاجه المفروض ان انا اسمع العيان نورمال، لو العيان عمل عمليه كويس فهسمعه نورمال كاردييك اوستاتيشن، ما عندوش اي حاجه خالص. طب العيان ده ممكن يجي لي بكذا حاجه بعد كده. رقم واحد ان جاي لي بريزيدوال ميمر، يعني عنده في اس دي ميمر، فدي اول حاجه، يبقى عنده بريزيدوال في اس دي ميمر. نمره اثنين، اللي عنده ممكن يجي لي وعنده سلو هارت ريت براديكارديك، عشان ممكن يجي له بعد العمليه كومبليت هارت بلوك. ثلاثه، اللي عنده ممكن يكون عنده اورتيك ريجيرج، هيجي لي اسمع عليه اورتيك ريجيرج. اربعه، اللي عنده ممكن يكون عنده ميز بي دي اي، ممكن اسمعها. اللي عنده ممكن يجي لي ببيكتشر اوف اندوكارديتس، الاقيه فيبر شويه، فدي ممكن اسمع عليه ترايكاز بترجيرش. دي الحاجات اللي هي كومبليكيشن اوف السيرجيكال كلوجر اللي بي اس دي. اعمل له اكس راي بقى كمان ولا مش هنعمله؟ ليه؟ نعمل له اكس راي برضه ولا ما؟ بنعمل اكس راي على فترات متباعده طبعا، بيبدا يحصل هارت سايز يبدا يديكريز يرجع نورمال والكونجيشن بيتحسن، وبعد كده بن بالمستيك اللي موجوده بعد السيرجري الادويه المياه والحاجات اللي بنعملها. نفس القصه بالنسبه للكاردك ميديكيشن بعد البي سي دي كلوجر، بنحتاجها لمده شهر او شهرين، ولو العام ما عندوش زيتور بي سي دي ما عندوش حاجه بنبدا نسحب الميديكيشن. عاده معظم الحالات بتوقف الميديكيشن بعد شهرين ثلاثه من العمليه. طبعا دي نقطه شويه، نقطه ميديكال شويه، يعني انفكتيف اندوكاردايتس في حالات البي سي دي، دي عايزين نقسمها الى مجموعات، يعني اي عيان بي اس دي وجاله اندوكاردايتس. في حالات اللي هي البري اوبرتيف، يعني لسه ما عملش عمليه وجاله اندوكاردايتس، فبنقول عليها نيتف اندوكاردايتس. وفي عيان عمل عمليه وجاله اندوكاردايتس، وفي عيان قفل البي اس دي بالترانس كاس وجاله اندوكاردايتس. اولا ان هم العيانين البري اوب، ايه اللي هيجيب للعيان اندوكاردايتس؟ اي عيان اي كونديشن هيعمل بكتيريميا ممكن عنده يجيله انفكتد. فهنا موضوع البروفيلاكتيك
اعتقد ان يعني دكاتره الاطفال يعني عارفينه كويس جدا، مش هنقدر نتكلم فيه ملوش يعني. هتكلم عن عنين اللي هم البوست سيرجن، العيان اللي عمل عمليه وبعد شهر 2 3 4 جاله اندوكاردايتس. في نوعين من الاندوكاردايتس بيحصلوا بعد جراحات، يا اما ايرلي العيان ده واخد هوستال انفكشن وخرج ماسك بالانتي بيوتيك وبعد اسبوعين او شهر يرجع لي بانتوكاردايتس، او ليه طبعا برزنتيشن بعد 6 شهور. في بريزيس بودينج فاكتور للعنين دول، العنين عندهم ريزيدوال في اس دي، يعني خطوره الريزيدوال في اس دي انها بتبريدز بوز للانفكتد اندوكاردايتس. عشان كده يا جماعه موضوع البروفلاكتيك انتي بيوتيك في حالات البي اس دي بالنسبه لدكاتره الاطفال، انا امتى بوقفه؟ يعني امتى مش امتى العيان هيروح يعمل عمليه جراحه عامه وشديله اي بروفلاكت، يعني هتعامل معاه بشكل طبيعي. القاعده عندنا 6 شهور بعد جراحه، يعني بفضل ادي العيان ده بروفلاكتيك انتي بيوتيك فور 6 مانس افتر سيرجري. انما العيان اللي عنده ريزيدوال بي اس دي حتى لو 2 مللي 3 مللي بيكمل فور لايف على البروفلاكتيك انتي بيوتيك، ما ينفعش اوقفه، هيبقى دايما عنده الريسك بتاع الانفكتد اندوكاردايتس. يعني دي احد الحاجات اللي احنا بنشوفها، يعني ايه اهميه ان احنا نقفل الفي سي دي وذو ريزيدوال ديفكت، عشان لو العيان خرج بالفي سي دي وعنده سمول ريزيدوال ديفكت هيبقى لايبر ان يجيله اندوكاردايتس طول عمره، فبالتالي ما اقدرش ان انا اوقف ساعتها البروفلاكتيك انتي بيوتيك. في بعض الحالات اللي هم عاملين كاست ترانس كاست برضه ساعات يجيلهم انفكتد اندوكاردايتس. عايز اقول على حاجه بس مهمه جدا، انا امتى بشخص حالات الاندوكاردايتس؟ بعد العمليه. اول حاجه ان العيان بلاقي الميمر رجع، يعني ريكارن بي سي دي ميمر، ونمره 2 احد الكومبليكيشن بتاعت الانفكتد اندوكاردايتس مع البي سي دي اللي بيحصل لهم سيفير ترايكاستيك ديرجيش، الترايكاستيك فالف بيبقى اوتد الانفكشن فبيجي لهم سيفير تي ار، طبعا مع ليبر مع يعني الحاجات اللي بقى كلها بتاعت الهارت فيلير، فدي من الحاجات اللي احنا ممكن برضه نشوفها. يعني سؤال بقى كان سؤال الدكتوره، هو لازم نقفله؟ لو ما قفلناهوش هل سيف ولا في مشكله؟ البي سي دي بروجر هو السؤال بيك شويه، يعني انا امتى بسيب بي سي دي؟ مش هنقفلها اللي هي الماسكولار بي سي دي هنتكلم عليها، لكن اي عيان بين احنا في موضوع هنتكلم فيها في عرفت اللي هو سمول بي سي دي سمول ديفكت هنتكلم عليها. هنجاوب فيها، هنجاوب على السؤال بتاع الدكتور. احنا بنقول الفيرجينيا سكولوجر تيك فولو اب ولا في تمام. نيجي للسؤال بقى برضه، احد اشكاليات البي سي دي في مصر، العيانين اللي هم عندهم سمول بي سي دي نقفلها ولا نتابع العيان؟ هي دي احد الاشكاليات اللي احنا عايزين نحلها هنا. هنا حضرتك بيبقى في كونتروفيرسي، لو عندي عيان بي سي دي سمول بيري ميمبرنس بي سي دي، بتكلم على البيري ميمبرنس بي سي دي، الماسكولر دول انا بتابعهم لو عندي ايبيكال ماسكولر 2 مللي 3 مللي، ده ما فيش اصلا انديكيشن ان انا اقفله ولا بجراحه ولا بسطره. احنا بنتكلم على السمول بيري ميمبرنس بي سي دي اللي الدكتور بيسال عليه. هنا في كونتروفيرس، انا لو بقفل البي سي دي بتاع العنين دول عشان تو افويد الانفكتد اندوكاردايتس، ده الانديكيشن بتاعها. طب انا هتحمل الريسك بتاع الجراحه حتى لو في ريسك 1% ولا 2% ولا اكمل؟ هنا ما فيش فيه اجريمنت على الحته دي شويه، يعني هتلاقي فيها كونتروفيرس شويه. تمام. هنقعد بقى عند برضه احد الاشكاليات المهمه جدا، عيانين المنهي بتاع العيانين عندهم في اس دي ويز اسوشيتد كونجنتال هارت، في 3 او 4 ليجن مع البي اس دي، برضه النهارده عايزين نعرف بنتصرف مع العيانين دول ازاي. يعني هم عندنا حوالي 5 6 بوينتس النهارده، فدي رقم 3 او 4. عندي حضرتك البي اس دي مع الاورت كوارتيشن، عندنا البي اس دي مع الاورت كوارك، هنتكلم على المانج بتاعه. في برضه عند حضرتك جدول مع البارك، هنا ده بيتوقف المانج بيعتمد على البي سي دي سايز بتاع البي سي دي والسيفيريتي بتاعت الكارك، يعني عندي سمول ديفكت بي سي دي ولا مودريت ولا لارج، وعندي مايلد كارك ولا مودريت ولا سيفير كارك. سيفير اورتيك كوارتيفيكيشن ويز بيج بي سي دي، وبيج بي سي دي ويز مايلد اورتيك كوارتيفيكيشن، ومودريت اورتيك كوارتيفيكيشن ويز مايلد ومتايز بي سي دي. تمام. اذا هنا حضرتك اول اللي بتتكلم على مانجمنت اوف بي اس دي ويز اسوشيتد كونجنتال هارت. اول حاجه بي سي دي مع اورتيك كوارك،
البرزنتيشن بتاع الاثنين طبعا انا هيجي بسيفير هارت فيلر لما يبقى عندي بيج في سجير وسيفير بارك فانا عندي عنده هارت فيلر. عندنا طريقتين للتعامل مع العيان اللي هو عنده بيج في اس دي وسيفير بارك. يا اما بنعمل برايمري كلوجر يعني بنخش نقفل الفي اس دي ونصلح البارك 82 ستيج اوبريشن. يا اما ان انا بعمل بي اس دي كلوجر وبعمل حاجه اسمها بارك باندنج ويتنج للفي اس دي بعد كده نتعامل معاها. لو عندي عيان عنده سيفير بارك ومودريت سايز في اس دي بخش اريبير كارك واسيب البي اس دي فور فولو اب. لو عندي عيان عنده مايلد كارك وبيج في اس دي بتعامل معاه وفقا للبروتوكول بتاع ال بي اس دي. اذا هنا تاني هنلخص الموضوع، العنوان بتاعنا بنقوله مانجمنت اوف في اس دي مع اورت كارك. لما يجي لي عيان عنده في اس دي مع كارك هتعامل معاه ازاي؟ اكوردنج للدايجنوز بتاع الايكو داتا بتاعتي بعمل ايفالويشن للسايز بتاع البي اس دي والسيفيريتي بتاع الكارك. هو الكارك ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ البي اس دي سمول ولا مودريت ولا بيج بي اس دي؟ البيج بي اس دي مع سيفير كارك ممكن نعمل برايمري ريبير يعني نصلح في البي اس دي واصلح الكارك، وده كان اللي احنا قلنا عليه الاول انديكيشن احنا نقفل البي اس دي في اول شهر او ثاني شهر. لو عندي عيان عنده بيج بي اس دي مع سيفير كارك ممكن اخش اصلحه مره واحده، او ان انا اخش اعمل ريبير للكارك مع باند. لو عندي عيان عنده مودريت سايز بي سي دي وسيفير كو ارك بنخش نصلح الكو ارك. هايبر تنسل بي سي دي ومعاه او ايزمان؟ لا هنتوقف لسه عند بعض السندرومز مع ال مع البي سي دي. الحاجات ما انت في الكو ارك تيشن ولا اورتك ريجيشن؟ احنا قلنا الاول بس حاجه البي سي دي مع كو ارك، هنتكلم على البي سي دي مع الاورتك ريجيشن احنا قلناها من شويه برضه. ده سندروم قلنا ان هو كومن مع العيانين هم عندهم سب ارتيريال في اس دي، وعرفنا ازاي ان احنا بنشخصه وبن افويد ونتعامل مع اللي هو العيان اللي عنده في اس دي ويز اورتيك ريجيرش سندروم. برضه دي يا جماعه من التايتل يا ريت نكتبها نروح نقراها، في اس دي اورتيك ريجيرتيشن سندروم. اتس ا كومن سندروم في حالات البي اس دي، حوالي 5% من حالات البي اس دي بيبقى اسوشيتد معاها اورتيك ريجيرش، ودول بيحتاجوا اتنشن معين من دكاتره الاطفال عشان ما تابعش العيان غلط لحد ما العيان يخش في مودريت او سيفير او توك ارك ريجيرش. سوري دي ابي خلاص النقطه دي كلير بتاع البي سي دي مع الاورتيك ريجيرش. عندنا بعض الاسوشيتد كمان زي البي سي دي مع سب اورتيك ممبرين، وفي بي سي دي مع البي اس، يعني في اسوشيشن كتير مع البي سي دي، بس الموست كومن اللي يهمونا احنا اللي هم البي سي دي مع الاورتيك ارك والبي سي دي مع الاورتيك ريجيرش. الاثنين دول اللي احنا محتاجين نعرفهم كويس جدا جدا. تحب تعلق عليهم بتروفر؟ لا بعدها بقى الهايبر تنسل بي اس دي والايزومين. تمام، انا بس عايز اتوقف ثاني عند السندرومز البي سي دي والكارك والبي سي دي والاورتيك ريجيرش، عشان بس دي الحاجات اللي هي الميستيكس اللي بتحصل. تلخصينا ان دكتور هيبقى موضوع الاورتيك ريجيرش مع البي سي دي هايبرتنسيف بي سي دي وايزن مايبر. ايه الديفينيشن بتاع كلمه هايبرتنسيف بي سي دي؟ اما اسمع المصطلح ده معناه ايه؟ هايبرتنسيف بي سي دي وفي حاجه اسمها ان اوبرابل بي سي دي. يعني عايزين نعرف الديفينيشن بتاع التو ترمينولوجي دول. وات از مينت باي هايبرتنسيف بي سي دي؟ هايبرتنسيف بي سي دي عباره عن عيان عنده بي سي دي وديفولت سيفير بالما هايبرتنشن، فسميناه هايبرتنشن سيستميك هايبرتنشن بالما هايبرتنشن. اذا هو عيان كان عنده بي سي دي والعيان ده نيجلكتد او اتبع غلط فتحول الى نسميه هايبرتنسيف بي سي دي، يعني عيان عنده بي سي دي لارج بي سي دي والسيفير بالما هايبرتنشن. ايه اللي بيدخل العيان في القصه ديت؟
مال براكتس مننا ان احنا عندنا اشكاليه ان احنا نديتكت او ريكونايز الساين بتاعت البلمر هايبرتنشن بالسماعه وبالاكس راي وبالايكو، فممكن اتابع العيان لحد ما دخل العيان في مرحله السيفير بلمر هايبرتنشن. واحنا قلنا ازاي هنافويد، هنافويد ان احنا اعرف اكورليشن الميرمر مع سكند هارت ساوند واقرا اكس راي وابص على الداتا بتاع الايكو. يبقى الثلاث حاجات دول بروفيلاكتيك ان انا اخش في المرحله. طب ايه خطوره القصه دي؟ ان العيان ده ممكن يخش مني في الريفيرسبل او فيكسد بلمر هايبرتنشن. تمام، هشخص ازاي العيان اللي هو عنده بي سي دي و اس بي بارما هايبرتنشن؟ هشخصه ازاي؟ هتعامل معاه ازاي انا كدكتور اطفال وكجراح؟ كلينيكالي العيان اللي هو عنده بي سي دي و اس بي بارما هايبرتنشن هسمع عليه ايه بالسماعه؟ يبقى الميرمر بتاعي يا اما اختفى يا اما شورت ستورت ميرمر او نو ميرمر، وهيبقى عندي اكسنتويتد سكند هارت ساوند. نمرة 2 هبص على الاكس راي الاقي الريدولوجيكال ساين بتاعت البلمر هايبرتنشن موجوده. 3 الايكو هيقول لي العيان ده عندي بي اي بريشر بتاعه فيري هاي او الار بي بريشر فيري هاي او العيان ده عنده باي دايركشنال شنت او العيان ده عنده رايت ليفت شنت. طب انا هعمل ايه للعيان ده؟ جالي عيان عنده بي سي دي وده كومن براكتس بنشوفه في مصر، عنده سنه دايما بيجي في الاستيج بتاع من سنه سنه ونص. العيان جاي بسيستميك او سيستميك بي بريشر او باي دايركشنال شنت. انا العيان ده هسيبه ولا اعمل له ايه؟ طب انا لو سبت العيان ده معناها خلاص انا حكمت عليه ان هو بعد سنه اتنين هيبقى ايزينجميكا وبعد كده يا اما هيضايق يا اما هيعمل هارت لاند ترانسبلانت، ودي قصه مش متاحه في مصر. طب انا اعمل ايه للعيان ده؟ العيان اللي هو هايبر تنسي بي سي دي هبعته يعمل عمليه بالراحه، مش هيرضى يعمل عمليه، هيخاف يعمل عمليه. هعمل له ايه؟ هعمل له كاردياك كاس. يبقى الانديكيشن الوحيد في حالات البي سي دي ان احنا نبعت العيان يعمل قسطره العيان اللي هو عنده بيج بي سي دي نيجليكتد فولو اب جاله سيفير بارما هايبرتنشن ويز باي دايركشنال شنت. طب ايه التارجت بتاعنا؟ ببعته يعمل قسطره ليه؟ عشان اجاوب على سؤال العيان ده ينفع اعمل له عمليه ولا ما ينفعش اعمل له عمليه؟ امتى اقول ينفع اعمل له عمليه؟ لو البارما هايبرتنشن عنده ده ريفيرسبل. طب امتى اقول ما ينفعش يعمل عمليه؟ لو البارما هايبرتنشن عنده ده ريفيرسبل او فيكسد بارما هايبرتنشن. اعرف ازاي وانا بقسطر العيان ده؟ بنبعته للبيدياتريك كارديولوجي يدخلوا القسطره يحطوا على قرص 100% وبيقيس لي اربع قياسات او خمس قياسات، بيقيس البي امبريشن، بيقيس البارمي فاسكر ريزيستنت، بيقيس حاجه اسمها كيو بي على كيو اس، وبيقيس الاورتيك ساتوريشن. وبعدين يدي العيان ده 100% اوكسجين او يدي له بارمي فازو دايريتور ويقيس الاربع قياسات دول تاني. العيان اللي هو ريفيرسبل بنلاقي البارامتر دي بتتغير، يعني الاورتيك ساتوريشن بيتحسن، الكيو بي على كيو اس بتاعته بتزيد، البارمي فاسكولار ريزيست بتاعته بتنزل. فبقول العيان ده ريفيرسبل فباخده واغفر له البي سي دي. العيان الثاني اللي هو فيكسد يعني بعد ما اديله حتى الاوكس واديله البارمي فاسو دايليتور نفس البارامترز اللي عنده ما بتتحسنش. اذا العيان ده بقى عنده فيكسد بارمي هايبرتنشن وتش مينز ان هو بقى ان اوبرابل بيشنت. وهنا يدخلنا في مصطلح ثاني اللي هو الان اوبرابل بي سي دي. يعني انا بسمع كلمه ان اوبرابل بي سي دي اللي هو عباره عن بي سي دي لارج ويز ديفكتد فولو اب اند ذا بيشنت ديفولب فيكسد اور ريفيرسبل بارما هايبرتنشن، ما ينفعش اعمل له عمليه خالص. فالعيان ده بيفضل بعد كده بقى لحد ما قدام ممكن يبقى يعمل هارت لانج ترانسبلانت. اعتقد ان مشكله البي سي دي في مصر اللي بتعرفت هي البارما هايبرتنشن، ان الناس يعني في بعض الحالات بيقول لك احنا لسه بنشوفها لحد دلوقتي. العام بيجي لنا ويز فيري ليت برزنتيشن. انا برضو مش متاكد المعلومات اللي احنا بنقولها فيها استيعاب ولا المساله صعبه يا جماعه. امتى هنبعت عام بي سي دي يعمل قسطره؟ بي سي دي كبير ولا صغير؟ كان متابع كويس ولا ما كانش متابع كويس؟ العيان ده عليه سيمبتومز ولا ما عليهوش؟ هيخش وبنعملها ليه علشان خاطر هيخش يعمل عمليه ولا مش هيخش يعمل عمليه؟ ده اللي بيتكلم الدكتور قال. طب عمل بقى هيبص على ايه؟ يعني بتاع القسطره ده هيبص على ايه جوه؟ عشان يقول لك العيان ده يخش اوضه العمليات ولا لا؟ فيروح بيتهم ده لو هارت لانج ترانسبلانتيشن. يا دكتورة هبة،
وانا بس 94 في الورقه اللي معاك بص على 94 اخر جزء فيها. طب 94 اخر جزء اخر جزء بس عشان يبقى في فايده في المحاضره. انا بعتلك رساله امبارح قلت لك الناس يقروا الموضوع صفحه 94 كلام كتير جدا جدا فالناس مش تقدر تستوعب كل المعلومات. فانا كنت اتمنى الناس تقرا الموضوع وتيجي عندها اسئله تسالها نقول لهم المعلومات اللي هم عايزينها. انما بالشكل ده مش يعني اصل الكلام كتير جدا 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 مش هقدر ان انا ماشي معلش. فانا ما اعرفش درجه الاستجابه عندهم ايه الحاجات اللي هم اتعلموها النهارده. مش متاكد انت عملت الاسئله اهوت بعد ما عملتها بقى بسيطه عليك. ولو كده هيبقى الدفع اللي قدامي تقول لي عايز اعمل عمليه ولا اعمل الدفع اللي قدامي مش هيعمل عمليه. دكتور وليد دكتور وليد مش قادر احكم على الفايده بتاع المحاضره. يعني شايف ريسبونس شويه ابات شويه ما اعرفش يعني. ما هو ما ينفعش يفهم يا جماعه اصلا بس مش هاجي مش هاجي اقول لك كلمتين وبتاع. ده مش تعليم طبي. التعليم الطبي ان كان اصلا لازم يتعب ويعرف المعلومه ويابلاي المعلومه دي ويعرفها. مش انا هاجي اقول لك كلمتين واتروح مش عارف خالص. يعني عشان كده بين موضوع الكونجيتر هو موضوع صعب. بص يا جماعه القعده دي كلها فايده منها ثلاث حاجات. ازاي تبقى سيف مع عيان بي سي دي؟ ده اهم كلمه. ازاي تبقى عارف لو انت عايز تتابعه معاك في العياده ازاي تبقى عارف العيان ده بيتحسن ولا بيفيد؟ امتى تاخد القرار ان انت هتبعته للدكتور اللي موجود؟ بناء على ايه بتحكم عليه؟ بناء على سماعك ولا بناء على الكلام اللي امه بتقوله ولا بناء على الاشاعه اللي بتعملها ولا انت بتعتمد على قرايه الايكو الايكو كويس والايكو وحش؟ لازم كلهم على بعض عشان خاطر تكمل المجموعات اللي موجوده عندك. بناء على كده بقى الجزء اللي موجود احنا هنا يهمنا السايز بتاعته مهمه. السايز بتاعته مهمه. الاسوشيشن اللي معاه مهمه. امتى هتبعته للجراحه؟ هتبص عليه في الاشعه العاديه. هتبص عليه في الايكو اللي موجود. لو عملت الجراحه هتتابعه بعد قد ايه؟ لو خد علاج او ماشي على علاج هيمشي على علاج تاني ولا لا؟ لو هيعمل عمليه او داخل اي حاجه هيعملها تاني الولد ده سواء هو كبير او هو صغير هياخد علاج ولا مش هياخد علاج؟ كل ده بيعتمد على ايه؟ حتى ما بعد الجراحه كمان لان كل ده هيجيلك. هتتعامل معاه ازاي؟ هو ده الايميل الدكتور شريف وكل يمه يوصله لك. طيب انا في حته بس نهز مننا يا دكتور عرفت معلش اللي هم العنين الماسكولار بي سي دي عشان برضه دي من الحاجات اللي الدكاتره الاطفال بيلخبطوا فيها شويه. الحالات الماسكولار بي سي دي ازاي نتعامل معاها كطبيب اطفال؟ دي بعد عندناها بسرعه فاضطر ان انا اقولها تاني معلش. الماسكولار بي سي دي زي ما احنا قلنا في تقسيم الاناتوميكال تايبس في الاول ممكن يبقى عندي عيان عنده ميد ماسكولار بي سي دي. ممكن يبقى عيان عنده ايبيكال ماسكولار بي سي دي. ممكن يبقى عيان عنده مالتيبل ماسكولار بي سي دي. فدول ثلاث مصطلحات يا ريت نعرفهم كدكاتره اطفال لازم يبقى عارفين التايتل ده. يبقى عندي ميد ماسكولار بي سي دي وعندي ايبيكال ماسكولار بي سي دي وعندي مالتيبل ماسكولار بي سي دي. ازاي اتعامل معاهم لما يجي لي طفل في العياده بايكو في الكلام ده كله. رقم واحد هنتكلم على الميد ماسكولار بي سي دي. لو سمول ميد ماسكولار بي سي دي 2 مللي 3 مللي ويز نو هيمودايناميك افكت فولو اب ان شاء الله فولو اب 7000 سنه لا محتاجه فيلر قسطره ولا بجراحه. يبقى عندي الميد ماسكولار بي سي دي لو سمول ديفكت ويز نو هيمودايناميكس. يعني ايه كلمه نو هيمودايناميكس؟ مفيش ال بي دايليتيشن مفيش سيمتومز مفيش مانيفستيشن بتاعت سيجنيفيكانت ليفت تو رايت شنط. فهنا بعمل لها برولونج فولو اب. طب لو عندي بيج ميديم سايز او بيج بيت ماسكولار بي سي دي وذ هيمودايناميك افكت يعني اكس راي بتاعت العين فيه كاردوميجالي العين عنده شنط عنده مانيفستيشن. فهنا الانديكيشن للعينين دول ترانس كاس كلوجر وده اول الموست كومن انديكيشن لقفل البي سي دي في القسطره اللي هو العينين عندهم ميت ماسكولار بي سي دي.
يبقى الميد ماسكولار بيس دي بتابعها لو هي صغيره بقى فيلر مقصره لو هي ميديم سايز او كبيره. بعد كده عندي الابيكال ماسكولار بيس دي ينطبق عليها ما ينطبق على الميد ماسكولار. الاشكاليه عندنا في المالتيبل ماسكولار بيس دي. المالتيبل ماسكولار بيس دي احنا بنسميها سويس شيت ابييرنس او سويس شيت سيمبتوم. ان العيان عنده 3 4 5 6 بي سي دي صغيرين دول دي برضو واحد الحاجه النقاط اللي فيها كونفيوجن في التعامل معاهم. المالتيبل ماسكولار بي سي دي دول كلينيكالي بعمل كلينيكال ايفالويشن للعيان وبعمل ايجو للعيان. العيان اللي عنده هارت فيلير وعنده بارما هايبرتنشن نوت ريسبوندنج للميديكال تريتمنت اديته علاج شهر وشهرين ما تحسنش دول بنعمل لهم جراحه اللي هي بارمي ارت باندنج. ما ينفعش اخش اقفل البي سي دي الصغيره ما بقدرش اقفلهم فدول اللي انا بعمل لهم بارمي ارت باندنج ويتنج ان هم يبداوا يقفلوا سبونتينيوس ولو فضلت واحده كبيره نقفلها بقسطره او بجراحه. يبقى العيانين عندهم مالتيبل ماسكولار بي سي ديز اكوردنج للكلينيكال سيتويشن بتاعهم واكوردنج للايكو داتا. في بعض العيانين عندهم مالتيبل ماسكولار بي سي دي ويز نو افكت يعني ما عندوش هارت فيلير ما عندوش بارمي هايبرتنشن there is no indication ان انا اخش اعمل لهم عمليه العيانين دول. يعني في مجموعه مش كل حالات الماسكولار بي سي دي بنخش نعمل لها عمليات لا في مجموعه ممكن افولو اب من غير ما اعمل عمليات. ودي برضو احد النقاط اللي الناس ما تعرفوش معتقدين ان اي عيان ماسكولار بي سي مالتيبل ماسكولار ان احنا بنعمل له عمليات. دول اللي هم اللي احنا بنسمي بيننا هم الماسكولار بي سي دي. فاضل ايه دكتور هيبه عندك؟ ترانس كوتينس كاستريزيشن بتاعت البي سي دي. قصة بقى القسطرة في البي سي دي ترانس كاستروجر دي اخر حاجة هنقولها. انا عيان بي سي دي انا ببعته يقفل البي سي دي بالقسطرة عشان هنا في نقطة كونفيوزنج في مصر مع شغل الانترفنشن دلوقتي زاد ومشاكله زادت جدا جدا. والسبب في القصة دي ان مفيش جايد لاين محددة والناس ما بيشتغلوش از سنجل تيم يعني ما عندناش كاردياك تيم بيقعدوا مع بعض. الاولي بروبر انديكيشن عشان اقفل البي سي دي بالقسطره هم العيانين عندهم ميد ماسكولار بي سي دي. This is the only proper indication ان انا اقفل البي سي دي بالقسطره اللي هم الميد ماسكولار بي سي دي. في ترايل كتيره جدا في مصر دلوقتي بيحاولوا يقفلوا البيري ميمبرانز بي سي دي. بيحاولوا يقفلوا البيري ميمبرانز بي سي دي بالقسطره. ايه اشكاليتها؟ اشكاليتها في كومبليكيشنز كتيره جدا جدا. اولها اورتيك ريجيرش بيحاول يحط الامبلازر هنا بيخبط في الاورتيك كاست فالعيان بيجي له اورتيك ريجيرش نمره 2 ممكن يعمل له كومبليت هارت بلوك 3 احيانا يعمل انجر للتراكاز بتوال سيفير تراكاز 4 بيجي له اندوكاردايتس. فهنا شغل الانترفنشن في مصر في بعض الاشكاليات نتيجه ان هو بيكلم العيان بس على حاجه واحده بس ان انا بقى افويد سيرجيكال انترفنشن من غير ما بخش معاه في الديتيلز بتاعت الموربيديتي ولا كومبليكيشن. فعشان كده اللي احنا نعرفه اني حاله في اس دي اللي انا ببعتها تعمل قسطره اللي هم الميد ماسكولار او الايبيكال ماسكولار ويز هيمو داينامكس افكت بيري ميمبرس كومبليكيشن كتيره جدا جدا جدا. طب في في اس دي ويز ابسولوت كونترا انديكيشن انها تتقفل بالقسطره ما ينفعش تماما اقفلها بالقسطره اللي هم ال ال في اس دي العيانين عندهم ال في اس دي عشان ما فيش ريم يحط فيه الديفايس. يبقى هنا عندنا حضرتك relative contraindication البيري ميمبرانز از ابسولوت اللي هم العيانين اللي هم ال ال بي اس دي. البروبر انديكيشن اللي هم العيانين الميد ماسكولار بي اس دي. يعني دول انت خمس تفاصيل بتاعه الترانس كاست عشان فيها كلام كتير مش يعني على الليفل بتاع البيديات ما بنعرفش. لا فاضل بس البي اس دي ان ايجيبت بقى. المستيك اللي احنا بنقع فيها كلنا انه ادخله في ايه ونعمل ايه؟ يعني الكونكلوجن هنلخص الكلام اللي احنا قلناه النهارده. احنا جايين نسمع ايه النهارده يعني؟ جايين نسمع اربع نقاط اعتقد احنا قلناهم بس هنلخصهم تاني. رقم واحد ازاي ان انا اتابع طفل عندي في العياده عنده بي اس دي من غير ما ادخله في كومبليكيشن. فبالتالي انا مش هعرف اجاوب على السؤال ده الا لما اعرف الناتشرال هيستوري اللي احنا قلناها بتاعه بي اس دي. كل الحوار اللي بيدور مع العيان في العياده بتاع البي اس دي ان البي اس دي صغيره وهتقفل. فالناس بتلعب لعبه بسميها لعبه الموت شويه. يعني هل البي اس دي دي هتقفل ولا العيان ده هيجيله سيفير بامبا هايبرتنشن. طب انا عندي عيان بتابعه في العياده ومره واحده الميرمر بتاعه اختفى من السبع ميرمر هو عندك جاله سيفير بامبا هايبرتنشن ولا البي سي دي قفل؟ هعرف ازاي؟ ازاي اعرف افرق بين النوعين دول؟ السيكتورز بتاع العيان خف خالص
كان جاي يشتكي من طب الفيزنج وعنده اول ما حد عايز يجاوب يا جماعه؟ دكتور عافر بنسأل سؤال احنا جايين نقوله النهارده معلش عيان عنده بي سي دي بتابعه في العياده وبعدين جالي المرمر اختفى بتاع البي سي دي هو اللي عنده البي سي دي بتاعته قفلت ولا جاله سيفير بامبا هيبرتنشن انا كطبيب اطفال افرق بين التو سيتويشن ازاي؟ الراديولوجي والساينس اللي هم بقى يقولوا لنا حاجه احنا عايزين اجابه كامله للسؤال ده انت لو عملت اكس راي مثلا تبص على ايه؟ نعم ادي واحد تسمع سكند ساوند ماشي لو ماله بقى؟ يعني في ساينز وبالمونري هو قبل ما اسمع الدكتوره معلش هو الطب بيبدا ايه اساسا لما اجي لك عندي في العياده بتعملي معاه ايه الاول؟ الهيستوري بتاعه احنا خدنا ما خدناش هيستوري من العيان هو في فرق بين الاثنين في الهيستوري؟ طبعا العيان اللي البي سي دي بتاعته قفلت ده ما عندوش هيستوري بتاع ريبيت شيس انفكشن ولا هارت فيلير ولا بياخد كارد ميديكيشن جروس بتاعه طبيعي زي الفل العيان الثاني كان عنده كورس مختلف تماما كان عنده هارت فيلير بارما هايبرتنشن ريبيت وهكذا اول حاجه في الهيستوري نمره اثنين الجنرال اكزامينشن هل بيفرق اما ابص على العيان ده والعيان ده؟ العيان ده اللي هو الريفرسبل او فيكسد هتلاقي العيان رفيع هتلاقي عنده بيبقى باين العيان الثاني نورمال. ثلاثه هبدا اسمع بالسماعه، اربعه هبص على الاكس راي، خمسه هبص على الايكو بتاع العيان. يبقى ده الفرق بين عيان بي سي دي بتاعته حصل لها سبوتين اسكلوجر وعيان جاله سيفير او ريفرسبل بارتنر ريفرسبل. خلاص يا باشا؟ المفروض دي كانت اول نقطه مش تمام النقطه الثانيه بقى اللي هيخش العيان بقى اللي هو الكريدنشن ولا اذا احنا قلنا موضوع البارما هايبرتنشن عرفنا ازاي ان احنا نديتكت ريكوجنايز افويد اثنين ما دخلش العيان في سيفير او مودريت او سيفير اورتيك ريجيرش ثلاثه ما دخلش العيان في انفكتيف انتوكاردايتس اربعه ابقى عارف العيان بحوله جراحه امتى واعتقد ان احنا يا ريت هما الصفحه بس بتاع الانديكيشن دي نعرفها كلنا. يعني لو خرجنا دكتور ايمن النهارده بمعلومه واحده التايمنج انديكيشن بتاعت السيرجيكال انترفينشن في حالات البي سي دي. انا اعتقد ان انت بس خمس دقائق للاسئله بعد اذنك لو حد عايز يسال. لا عايز يسال اتفضل. لو حد دلوقتي سؤال يا جماعه.